بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي. والنهارده هيكون مباراه مهمه جدا 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 من كافه الجوانب بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في نهائي كاس مصر النسخه القديمه، النسخه اللي هي بتاعه السنه اللي فاتت 2021، عشان بس ما يكونش في لخبطه، لان احيانا الجماهير بتتلخبط الفتره دي، بنشوف اكتر من مسابقه داخلين في بعض. لكن احنا عندنا نسخة قديمة اللي هي النهائي بتاعها النهارده، والنسخة الجديدة اللي هي نسخة 2022 اللي النادي الأهلي وصل فيها كمان لدور ال 16. نروح لماتش النهارده. ماتش مهم جدا 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 لأنها أمام المنافس التقليدي. طبعا احنا بنقول منافس تقليدي ولكن في الأرقام مفيش منافسة. إنما هي تقريبا النهائيات أو المنافسات ما بتكون بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، مع الاحترام لجميع الأندية، والحمد لله التفوق دائما أو غالبا بيبقى للنادي الأهلي. ماتش النهاردة بطولتين في بطولة، أو يعني عايزين نقول ماتشين في ماتش، بطولة خاصة ماتش الأهلي والزمالك زي ما احنا عارفين مباراة قمة، حاجة تانية مباراة بطولة كاس 2021 اللي النادي الأهلي خسر فيها الدوري بفعل فاعل. فالنهاردة إن شاء الله بإذن الله تكون نتيجة المباراة مكسب لصالح النادي الأهلي. هي مباراة زي ما قلنا لحضراتكم مباراة بطولة، ولكن هي بطولة خاصة ومباراة أيضا لتصحيح المسار للنادي الأهلي بعد الخسارة في الدوري المباراة الأخيرة. ومش المباراة الأخيرة بس، هي الفترة الأخيرة يعني ما كانش فيه أو في حالة من عدم الرضا عن العروض والنتائج. لكن إن شاء الله النهاردة إن شاء الله تكون البداية الحقيقية بإذن الله، لأن ماتش النهاردة مش ماتش كاس بس، ماتش للعودة للمنافسة بقوة بإذن الله، والفوز ببطولة، وبطولة غالية، وبطولة بيحمل النادي الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بيها. النادي الأهلي كسبان بطولة كاس مصر، عشان برضو ما حدش يضحك علينا، النادي الأهلي كسبان بطولة كاس مصر 37 مرة. المنافس اللي بعده اللي هو نادي الزمالك كسبان 27 مرة، يعني في 10 ألقاب. نتمنى النهاردة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون البطولة رقم 38. تعالوا نروح لزميلنا كريم أحمد من فندق الإقامة، ولا نستنى شوية؟ طيب نتكلم برضو على ظروف المباراة دي. مباراة لا تخضع لأي مقاييس، سواء قبل المباراة أو أثناء المباراة كمان، وشفناها في أوقات كتير جدا 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 السيناريوهات بتبقى متلخبطة. يعني بتشوف بصوا من الآخر، هو الفرقتين مش في أفضل حالاتهم الفنية، الفرقتين مش في أفضل حالاتهم الفنية، ولكن لما نتكلم عن ماتشات الاهلي والزمالك بالذات، والجماهير عارفه الكلام ده قبل انا ما اقوله كمان، ماتشات الاهلي والزمالك بالذات لا تخضع لاي مقاييس، لان ماتشات الاهلي والزمالك ممكن تكون قبلها فنيا اعلى وتخسر المباراه، وممكن تكون راكب الجيم او انت اللي متفوق فيه وبرضه تخسر المباراه. فدي شفناها اوقات كتير جدا 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 في ماتشات الاهلي والزمالك. النهارده ان شاء الله نتمنى باذن الله تكون فعلا مباراه لتصحيح المسار، مباراه هي من وجهه نظري مباراه نهائي، بطوله خاصه بين الاهلي والزمالك، هي مش حرب، ولكن هي مباراة من نوع خاص، مباراة تحدي لجيل من اللعيبة فرحنا، مباراة تحدي ومباراة للرد على حاجات كتير قوي 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 تحصل جوه الملعب وبره الملعب. اللعيبة قادرة النهاردة إن شاء الله إنها ترد في الملعب، ترد هي الأول، وبعدين يعني بإذن الله إن شاء الله تدينا بقى الفرحة والفرصة إن احنا نتكلم براحتنا.
تعالوا نروح ل طبعا احنا معانا مقتطفات من الفندق، ودينا شايفين اللعيبه السوليه ومحمود متولي. يعني ان شاء الله باذن الله رب العالمين تكون، يعني باذن الله انا احيانا بقعد اقول ببص في وش اللعيبه بس، يعني مش عايز اقول بطلت، انما ايه، انا كل اللي يهمني ال 90 دقيقه اللي جوه الملعب، 90 دقيقه اللي جوه الملعب. لعيبه النادي الاهلي النهارده قادره باذن الله للرد على كل الالسنه اللي كانت بتهاجمهم من الفتره اللي فاتت. ما بتكلمش عن جماهير النادي الاهلي، بتكلم على المجموعه اللي عايزه تهد في النادي الاهلي. باذن الله لعيبه النادي الاهلي هي اللي ترد النهارده، وهي اللي تخلينا نتكلم براحتنا ونرد احنا كمان. طيب نروح لزميلنا كريم احمد من فندق الاقامه، نتعرف منه على اخر الاجواء. اتفضل يا كريم. كل الشكر والتحية ليك كابتن ايمن شوقي، وتحياتي ايضا كمان لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يا رب النهارده ان شاء الله باذن الله يكون يوم نصر وسعاده على كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. نهائي كاس مصر اليوم في 9 مساء على استاد القاهره، الاهلي والزمالك موسم 2021. استعدادات طبعا كالعاده لفريق النادي الاهلي لمستر ريكاردو سواريش المدير الفني، مجهود كبير جدا الحقيقه كابتن ايمن بذل خلال الايام الماضيه، لان المباراه مهمه ومباراه بطوله. عارفين طبعا قيمه المباراه قيمه كاس مصر، وايضا كمان مباراه البطوله بتحتاج مجهود كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين، وده اللي بنلمسه في كل التدريبات اللي بنشوفها مع فريق النادي الاهلي. رغم التدريبات اللي كانت مغلقه خلال الايام الماضيه، لكن الجديه موجوده والرغبه والحماس وكل الامور طبعا الخاصه باسعاد كل جمهور النادي الاهلي كانت واضحه بشكل كبير جدا خلال التدريبات. فان شاء الله باذن الله كل المجهودات اللي بذلت من الجهاز واللعيبه والتركيز الكبير والتحضيرات الفنيه لمستر ريكاردو سواريش تكون مجهودها كبير جدا وتكلل بالنجاح في خلال 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله بناملها تكون من نصيب النادي الاهلي. مطلوب كتير جدا الحقيقه بقى من لعيبتنا النهارده، يعني زي ما الجمهور بيساند وبيتواجد وبيدافع عن فريق النادي الاهلي، مطلوب مجهود كبير جدا النهارده من كل لعيبتنا، مجهود اكبر، تضحيات، انكار ذات، لا محاله النهارده ان شاء الله باذن الله على الفوز، وده الامر اللي احنا بناكد عليه في كل مره. الفوز النهارده هيساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا للخروج من الظروف الخاصه والمحيطه بفريق النادي الاهلي، بعيدا عن جدول بطوله الدوري العام. مباراه الكاس لها حسابات عديده جدا، وهم بيكون كمان المنافس هو نادي الزمالك، فالحسابات بتكون للجمهور وللاعبين والاجهزه الفنيه بتكون خاصه جدا ودقيقه جدا. فان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا، دخولنا في المباراه كل الامور وكل السلبيات اللي شفناها في مباراه بطوله الدوري العام النهارده ان شاء الله مش عايزين نشوفها، عايزين قوه، عايزين روح، عايزين قلب، عايزين شخصيه، عايزين كل الامور المعروفه عن لعيبه النادي الاهلي. الجمهور النهارده منتظر هذه البطوله بشكل كبير جدا، جمهورنا يكون في المدرج كالعاده من اول دقيقه، عارفين حماسه وتشجيعه وهتافه ومساندته للعيبه ده امر معروف عن جمهور النادي الاهلي، لكن بنطالب كمان الجمهور النهارده بمجهود اكبر، بهتاف اكبر، بحماس اكبر، لان هي بطوله مهمه جدا 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 في توقيت صعب ودقيق جدا على النادي الاهلي. كالعاده طبعا يا كابتن ايمن متواجدين في مقر الفريق طبعا في فندق الاقامه، كل الاجواء الخاصه بفريق النادي الاهلي، الاستعدادات، حاله اللاعبين، الحاله المعنويه، الحاله الذهنيه، مدى التحضير الخاص بمستر ريكاردو سواريش المدير الفني. يعني اقدر اقول لك خلاص المحاضره الفنيه الاخيره انتهت، اللي اكد عليها طبعا على الثغرات ونقاط القوه والضعف والتشكيل وكل الامور الخاصه بهذه المباراه. يا رب ان شاء الله باذن الله اختياره يكون موفق جدا وجيد جدا في التشكيل الامثل اللي هيخوض هذه المباراه، وايضا كمان على دكه ادولاء ويكون معاه اوراق رابحه كثيره جدا تساعدنا ان شاء الله ويستفيد بها النادي الاهلي في مباراه اليوم. عايز كمان اكلمك على تشكيل نادي الزمالك النهارده كمان، يعني من خلالك بقى كابتن ايمن ومن خلال ان شاء الله باذن الله يعني النادي الاهلي النهارده يكون موفق بشكل كبير جدا. تشكيل نادي الزمالك النهارده في حراسه المرمى عواد، خط الظهر الرباعي حمزه المسلوسي، الونش حسام عبد المجيد، احمد فتوح، امامهم امام عاشور، سيد نيمار، محمد عبد الغني، وايضا كمان بن شرقي وزيزو وسيف الجزيري. يمكن ده التشكيل الاقرب لفريق نادي الزمالك. مش هنتكلم عن تشكيله النادي الاهلي لان انت عارف يا كابتن ايمن في متغيرات كثيره جدا ممكن تحصل من تحركنا لفندق الاقامه حتى وصلنا الى ملعب المباراه، لكن ان شاء الله باذن الله كل الظروف والمناخ الطيب اللي توفر الحقيقه خلال الايام الماضيه ان شاء الله باذن الله يكون مردوده كبير جدا وثقتنا كبيره كالعاده في لعيبتنا من اول دقيقه، يكون في تركيز كبير، نخش في المباراه على طول، نفرض شخصيتنا من اول دقيقه، وهو ده المطلوب ان شاء الله لكل فريق النادي الاهلي. غيابات كالعاده غيابات عديده، لكن عندنا كمان لاعبين بتعود في قائمه فريق النادي الاهلي النهارده، يمكن الغيابات مستمر فيها حسين الشحات، اكرم توفيق، بيرسي تاو، وايضا كمان طاهر محمد طاهر، لكن بيعود لنا ايضا كمان اكثر من لاعب كابتن ايمن. يعني يمكن الفتره اللي فاتت يمكن لم يتم الاعلان عن القائمه الخاصه بفريق النادي الاهلي، لكن من خلالك نقول القائمه اللي متواجده في معسكر فريق النادي الاهلي سريعا: الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم،
زياد طارق، ديانج، محمد هاني، منعم، بدر بنون، علي معلول، متولي، صلاح محسن، محمد شريف، رامي ربيعه، عبد القادر، وليد سليمان، محمد محمود، حسام حسن وقفشه، ومحمود وحيد. بيعود من جديد محمود وحيد، طمنا على عبد القادر بشكل كبير جدا، متولي متواجد في القائمه، بدر بنون متواجد في القائمه، ان شاء الله باذن الله كل الظروف والمناخ الطيب جدا يكون مردوده كبير كالعاده مع فريق النادي الاهلي. النهارده الطاقم التحكيم ليخوض المباراه طبعا طاقم بولندي على راسه طبعا شيمون مارتشيانك، طبعا ده يمكن من احد الحكام المميزين جدا، هو دولي من 2011، 41 سنه، يمكن راجل خاض 8 مباريات في الشامبيون ليج طبعا الاخير الاوروبي، فيمكن حكم مميز جدا ان شاء الله باذن الله، بنامل يكون مركز معانا بشكل كبير جدا، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. جمهورنا عليه دور كبير جدا، لعبتنا عليها دور كبير جدا، لكن يبقى التوفيق ان شاء الله. لو التوفيق معانا باذن الله مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نرفع الكاس رقم 38 في استاد القاهره، وتكون فرحه كبيره جدا للشعب المصري وليس جمهور النادي الاهلي بس. انت عارف يا كابتن ايمن الفرحه بكل الشعب المصري، جمهور النادي الاهلي عارفينه طبعا هيكون متواجد ومساند ومدعم، لكن النادي الاهلي كعادته ان شاء الله يكون مصدر السعاده لكل جمهور النادي الاهلي. مستمرين معاكم كالعاده كابتن ايمن ومع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم، لحظه بلحظه بننقل كل الاخبار والكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. شفنا الاجواء ان شاء الله رائعه زي ما شفناها في معسكر النادي الاهلي، في حاله من التركيز والجديه، لكن زي ما قلت كل اللي يهمني بجانب التركيز والجديه دي ال 90 دقيقه بتاعت الملعب. ان شاء الله الفريق يحقق المكسب النهارده. معانا على الهواء اهو اتوبيس النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وهي رايحه على تستقل الاتوبيس علشان ذهب لمباراه النصر ان شاء الله. مباراه النصر احيانا بيبقى عندك الاحساس حتى لو انت في فتره من الفترات مش الافضل فنيا او مش دي افضل حالاتك الفنيه، انما بيبقى في احساس خاص كده عند كل اهلاوي او كل واحد فينا بينتمي للنادي الاهلي، لا النهارده ان شاء الله الوشوش دي عايزه تعمل حاجه. ان شاء الله اللعيبه دي باذن الله تفرحنا النهارده زي ما فرحتنا قبل كده في مواقف صعبه كتير. ولو اتكلمنا هنتكلم على الفتره اللي فاتت، على الاقل السنه ونص اللي فاتوا، اللي قدروا لعبتنا ديت تجيب 5 بطولات وبرونزيه كاس عالم، 2 برونزيه كاس عالم. ففتره صعبه، فتره فيها ضغوط، فتره فيها تباين في المستوى، وده وضع طبيعي. وعايز اتكلم عن حاجه برضو التوقيت بتاعها صعب شويه، لسه كنت هتكلم على مستر سواريش اللي ظهر معايا في الصوره، توقيت صعب بالنسبه له، هي بطوله واختبار جديد لمستر سواريش اللي لسه طبعا لسه عايزين نتكلم عن بصماته، مش دلوقتي، مش هتظهر دلوقتي، مش هتظهر بصماته بالسرعه دي، لكن الماتشات اللي زي دي دايما بتصنع الابطال، سواء مدربين معانا قفشه، سليه، محمد الشناوي، علي معلول، لعيبه او لعيبه النادي الاهلي. سيبنا بقى من الكلام اللي بيتقال، خلافات والمشاكل واللعيبه والحاجات اللي بتحصل في الملعب دي، ناس بتصطاد في الماء العكر زي ما بيقولوا، ناس عايزه بس توقع النادي الاهلي، عايزه تبعد تركيز النادي الاهلي عن البطولات. مش هتنجح ان شاء الله لانهم حاولوا قبل كده كتير، لكن لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يبقوا النهارده على قد المسؤوليه الملقاه على عاتقهم. فتره صعبه جدا. اللي عايز اتكلم فيه ان ماتش النهارده ماتش صعب، ولكن زي ما بنقول ماتشين في ماتش، ماتش لقاء قمه خاص وماتش بطوله. طبعا كل فريق بيمني نفسه انه يكسب النهارده. الاتوبيس اللعيبه في طريقه بقى باذن الله رب العالمين لملعب المباراه ان شاء الله بالنصر، بالتوفيق باذن الله رب العالمين للاعبي النادي الاهلي. صحيح النهارده في غيابات في صفوف النادي الاهلي، لكن الموجودين عندنا ثقه كبيره فيهم جدا جدا جدا، والموجودين جاهزين لهذه المباراه وتحقيق اللقب ان شاء الله، لقب طبعا بطوله كاس مصر. مستر سواريش اكيد اكيد شاف بعض مباريات الزمالك وخصوصا المباريات الفتره الاخيره، اكيد درس نقاط القوه والضعف في صفوف المنافس، قدر اكيد طبعا اكيد، او هو بنى بقى النهارده على اللي شافه الخطه
او الطريقه اللي هيقدر يلعب بيها النهارده ويسير بيها المباراه. وان شاء الله نتمنى له تحقيق اول لقب ليه مع النادي الاهلي النهارده باذن الله رب العالمين. هو اول لقب ليه ان شاء الله بدون مقاطعه باذن الله، نبارك بس بعد الماتش ان شاء الله. يعني مش عايز اتكلم كتير في الناحيه ديت، ولكن باذن الله نبارك بعد الماتش تحقيق اول لقب لمستر سواريش مع النادي الاهلي وفي افريقيا كمان، لان هو اول مره بيدرب خارج البرتغال، بس هو عارف كويس قوي قيمه النادي الاهلي لانه عارف مين هو النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما بيلعب على البطولات فقط. هو النادي الاهلي شعره كده، البطولات فقط، وكل اللعيبه عارفه قيمه الفانيلا الحمراء. اتمنى ان كل لعيبه الاهلي تبقى جاهزه النهارده، كله درس فرقه الزمالك كويس قوي، عارفين نقاط القوه، عارفين نقاط الضعف. دايما الماتشات دي بقول لحضراتكم ملهاش مقاييس. انت في حاله فنيه عاليه قبل المباراه مش شرط تكسب، حتى جوه المباراه برضو مش شرط تكسب، لو انت كويس ممكن ما تكسبش، ولكن الاكثر استغلالا للفرص والاهدى والاعلى تركيز والتوفيق من عند ربنا طبعا هو اللي بيكسب الجيم. الجيم ممكن يمتد، ممكن يمتد، ممكن شفناها وصلت لركلات ترجيع بين الاهلي والزمالك في اكثر من مناسبه. تعال نرجع بقى لتاريخ بطوله الكاس منذ نشاتها، هتلاقي والحمد لله سيطرة أهلاوية على البطولة دي. جميع الأرقام القياسية تصب في مصلحة النادي الأهلي، هو الأكثر فوزا حيث حقق اللقب في 37 مناسبة، المنافس 27، يعني في فرق 10. وبعدين نادي الاتحاد السكندري ونادي الترسانة كل فريق منهم جابها 6 مرات، ودول الأقرب. شوفوا الفرق 37 27 6 6. كمان نادي الأهلي الأكثر وصولا لنهائي البطولة في 53 مناسبة، يعني النادي الأهلي بينافس طول عمره على البطولة دي من نشأتها. ممكن طبعا المكسب مش على طول، في هزيمة وفي مكسب، ففي أوقات ما بيحالفكش التوفيق في بعض المباريات، لكن النادي الأهلي دائما بيلعب على المكسب، بيجتهد ويسعى للفوز في كل البطولات وكل المباريات. كمان تاريخ مباراة الفرقتين في كأس مصر تشهد تفوق واضح للنادي الأهلي. لو رجعت اي ارقام قياسيه في اي بطوله مصريه او افريقيه هتلاقي النادي الاهلي هو صاحب الارقام القياسيه، لان النادي الاهلي علامه مسجله في تاريخ الكره المصريه والافريقيه ومؤخرا كمان العالميه، لانه اخر نسختين احرز الميداليه البرونزيه. فالنادي الاهلي سيد الكره في مصر وسيد الكره في القاره الإفريقية، ولولا بعض العوائق، ولولا بعض العوائق اللي أنا مش عايز أتكلم فيها دلوقتي، أتكلم فيها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا بس، لكن في هناك كمان بطولات وأرقام تانية محلية وقارية في مسابقات تانية. لكن علشان بقى نشوف بقى الأرقام دي على الطبيعة وتعرفوا إن الكلام ده حقيقي عشان ما حدش يضحك علينا، تعالوا نروح نشوف تقرير عن أرقام الأهلي القياسية في كأس مصر ونرجع لحضراتكم مره اخرى. شفنا تفوق واضح فعلا للنادي الاهلي في بطوله كاس مصر كالعاده في جميع البطولات. ان شاء الله يزود رصيده النهارده باذن الله. الفتره اللي فاتت كلنا زعلانين. ماتش النهارده تحدي للعيبه النادي الاهلي. مش عايز اضخم من الحدث، ولكن انا بتكلم بشعور لعيب النادي الاهلي، ودلوقتي انا من جمهور النادي الاهلي. ماتش النهارده كل لعيب ده اللي انا حاسه، كل لعيب من لعيبه النادي الاهلي منتظره ماتش النهارده. من حق جمهورك يزعل الفتره اللي فاتت؟ اه من حقه يزعل، لان الصوره اتغيرت شويه. ماتش النهارده اللعيبه دي هترد في الملعب على كل اللي حصل الفتره اللي فاتت، سواء تقصير داخل الملعب، سواء حاجات بتحصل من بره فيها ضغوط على النادي الاهلي. الفتره دي او الماتش ده اللعيبه دي ان شاء الله باذن الله النهارده ان شاء الله ترجع شخصيه النادي الاهلي، ترجع روح الفانيلا الحمراء اللي احنا دايما بنتكلم عنها والخصوم بتاعتنا عارفاها قبلنا، عارفين يعني ايه روح الفانيلا الحمراء.
يعني ايه شخصيه النادي الاهلي، يعني ايه شخصيه البطل، يعني ايه شخصيه اي واحد يلبس الفانيلا دي. اي لعيب بيلبس الفانيلا دي لا بتكون ليه شخصيه تانية خالص. اللعيبه دي قادره النهارده ان شاء الله زي ما اسعدتنا قبل كده. احنا بنتكلم اللعيبه دي ليه؟ لان اللعيبه دي عندها اللي تقدر تديه لنا واكتر من كده كمان، واسعدتنا كتير في مواقف كتير صعبه قبل كده في السنتين اللي فاتوا دول. فانتوا تقدروا، تقدروا، مفيش حد يوقعكم، مفيش حد يهزكم. من حق الجماهير تزعل؟ اه من حق الجماهير تزعل. ممكن جماهير الاهلي عمرها ما بتغلط في لاعبتها، عمرها ما بتغلط في ناديها، ولكن واخدين على خاطرهم شويه. بس دايما ورا فرقه النادي الاهلي، وده واجب علينا كجماهير النادي الاهلي، ده واجب علينا في المواقف السهله والمواقف الصعبه. دايما بندعم فرقه النادي الاهلي ورا لعيبته في كل المكان، لان احنا واثقين فيكم، لانكم عندكم الكتير ورته لنا قبل كده، ولكن هي محتاجه اعاده الثقه. ماتش النهارده اعاده ثقه، ماتش النهارده تحدي، زي ما قلت تحدي لحاجات كتير قوي 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 جوه الواحد. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله مكسب النهارده للنادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني والمسؤولين نتمنى لهم كل التوفيق الفترة اللي جاية، ونتمنى المكسب لفرقة النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله. خلص الكلام؟ ما خلصش، ولكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يبقى فرحة كبيرة بالحصول على الكاس بعد نهاية الاستوديو النهاردة إن شاء الله. فاصل، نرجع نستقبل نجومنا الكبار، نجوم الاستوديو التحليلي الكابتن علاء ميهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن أحمد بلال، كابتن أسامة حسني. نتكلم فيها بقى عن كل حاجة تخص الماتش والقمة أو مباريات القمة، كل واحد وذكرياته والفنيات وإيه اللي هيحصل النهاردة، ومستر سواريش هيلعب إزاي، ومستر فيريرا هيلعب إزاي. نتمنى زي ما قلنا إن شاء الله عودة الروح لعيبة النادي الأهلي ومصالحة جماهيره النهاردة بإذن الله، اللي هي بتدعمه وهنفضل وهتفضل تدعمه طوال مشوار النادي الأهلي بإذن الله رب العالمين. نروح لفاصل، نرجع نستقبل ضيوفنا الكرام، أرجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا بيك كابتن مشرف. اهلا بيك ايمن. اهلا، ايه الاخبار؟ في حاجه هنا؟ كله تمام. لا منديل حلو، عجبني منديل. كابتن عادل عبد الرحمن، اهلا وسهلا بيك كابتن، شرفنا النهارده. اهلا يا كابتن، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. جاهز؟ اه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله كلنا جاهزين. كابتن احمد بلال الهداف، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك هداف؟ وحشنا كابتن. انت اللي وحشنا والله جدا، ربنا يخليك يا رب. الحمد لله رب العالمين. كابتن سامح حسني هداف، اهلا. مساء الفل يا كابتن ايمن. مساء الجمال، ايه الاخبار؟ كله زي الفل الحمد لله. جاهز النهارده؟ اه جاهزين. القعده كلها هدافين النهارده. ايه الاخبار؟ اه والله القعده كلها هدافين، هدافين ماتشات الاهلي الزمالك. فراوده، اربعه فراوده و لا كابتن علاء ميهوب هداف، نص ملعب مهاجم برضه. لا وعبقري. اه يا عم ربنا يخليك. ربنا يكرمنا. ايه الاخبار يا كابتن علاء؟ تمام والله. احساس لحد كبير متفائل اللي حصل المباراه السابقه، اللي انا متاكد منه ان هي دفعه جامده جدا للعيبه النهارده، بغض النظر عن النتيجه. ده انا بتكلم على، ما ضيعش دعوه بالنتيجه، بتكلم على شكل اللعيبه ورده الفعل وروحهم وكده. مفيش حد كان يرضى باللي حصل المباراه السابقه. ممكن نخسر، واتكلمنا هنا في الاستوديو واجمعنا كلنا، انت ممكن تخسر على فكره، دي كره قدم مش مضمونه. لكن انا بحب ما اخسر، يبقى هي يعني انا خسرت عشان انا كنت لازم اخسر النهارده، او يعني ربنا قدك. لكن اللي في مواصفات دايما ايمن، حتى البطل لما بيخسر شكله هو بطل. يعني بيخسر بشكل مختلف عن كل الفرق. عشان كده بقول لك اللي حصل مع مباراه بيراميدز، اللي انا متوقعه النهارده رده الفعل هتبقى قويه جدا كروح واداء ورغبه وشخصيتك في الملعب، وده اللي ان شاء الله بيؤدي الى الفوز. يعني في حاجات بتعملها، الحاجات النقاط كده بتعملها عشان توصل للفوز من غير ما افكر في النتيجه، بس في حاجات انا بعملها. طبيعه لعبك وشخصيتك ونزعتك الهجوميه واصرارك والكره الثانيه بنتكلم عليها وروحك في الملعب، الكلام ده كله ده طبيعي في لعيبه النادي الاهلي، طبيعي على فكره، مش حاجه جديده علينا. لما بيغيب الحاجات دي انت بتقل، بتتاثر
خصوصا لما بتلعب مش بشخصيتك. صح. شخصيتك بتفرق معاك جامد جدا جدا جدا. فاللي انا واثق منه النهارده ان شاء الله بدايه قويه بشخصيتك بنزعتك الهجوميه واصرارك انك تكسب الكاس ان شاء الله عشان جماهيرك وعشان انت تستاهل وعشان نفسك وعشان بطوله جديده للنادي الاهلي وعشان دايما النادي الاهلي لما بيلعب على بطوله بيبقى المركز الثاني بالنسبه للنادي الاهلي خساره في اي حاجه الفتره الجايه وعشان الفتره الجايه انك هتفرق معاك ان شاء الله رب العالمين. مكسب الكاس النهارده هديك دفعه قويه ان شاء الله تكمل الصراع بتاع الدوري الممتاز باذن الله رب العالمين. كابتن عادل ايه اللي جواك؟ والله بص يا كابتن حاجتين انا دائما براهن عليهم على لعيبه النادي الاهلي طول الوقت وطول العمر يعني انك انت ممكن تقع مره ولكن البطل لما بيقع بيقوم بسرعه. ممكن تكون وقعت المباراه اللي فاتت ولكن لازم ويجب تقوم بسرعه. في نقطه مهمه بقولها لعيبة النادي الأهلي في الفترة الحالية، أهم مميزات اللي بتسكن جوه دماغ جمهور الأهلي حاجة واحدة بس، إنك أنت كلاعب تأدي اللي عليك وتعمل اللي عليك. كتير من اللعيبة جم وراحوا على النادي الأهلي ولسه في ذاكرة جمهوره. الجمهور دائما بيحب اللي يحافظ على كيانه وعلى كيان النادي الأهلي. فالمباراة النهاردة انت بتلعب مش مباراة كرة قدم بس، يعني ده من وجهة نظري. اولا لازم اللعيبة تعرف ان هي ممكن بمباراة واحدة ترجع جمهورها كله ليها، ولان جمهور النادي الاهلي دائما ما بيحبش الا التميز، وهو طبعه كده ان هو بطل، والبطل طول عمره ما بيرضاش الا بالمركز الاول، ده واحد لما يكون متسيد اتنين. حاجه جميله قوي انا بشوفها وايجابيه، لما النادي الاهلي بيخسر ماتش وبيخسر اتنين بتلاقي يعني بلغه الكوره التقطيع فيه كتير قوي، ودي ظاهره كويسه للنادي الاهلي انا بعتبرها كويسه، الناس يمكن مش واخده بالها منها لان في فرق كتير بتخسر وبتخسر كتير. ايوه محدش بيتكلم عليها لانه واخدين على كده، لكن انت مش واخد على كده فلازم تعرف ان ده من عشم جمهورك فيك. انا مش جمهور الاهلي اللي بيقطع الناس الثانيه، انا ماليش دعوه. جمهور الاهلي عمره ما بيقطع في فرقته خالص. لانه جمهور الاهلي طول عمره بيحافظ وبيحب فرقته، وجمهور الاهلي طول عمره بيحافظ وبيحب فرقته يعني مظبوط. ولكن الحاجه المهمه يا كابتن اللي في جمهور الاهلي ولازم احنا نلعب عليها النهارده كلاعيبه الروح. صح. جمهور الاهلي لا يرضى الا بروح وشخصيه الفلين الحمراء بتاعت النادي الاهلي. انا حبيت اقول الكلام ده قبل المباراه علشان التاريخ بينصف اول حاجه في لعيبه الاهلي اللعيبه الجدعه، حط تحتيها 100 خط، ارجع بذاكرتك للتواريخ كلها، واللعيبه المحبوبه في النادي الاهلي اكتر من اللعيبه، كل اللعيبه محبوبه ولكن في درجات، هتلاقي اللي بيبقى درجته اعلى اللي روحه اعلى واللي اقوى. الحاجة التانية المهمة مش هنستحمل انك انت لا قدر الله ما يحصلش دي، انك بص يا كابتن نصر الهزيمة من عند الله طبعا، ولكن اديني روحك، اديني جري، اديني شغل كويس جوه الملعب، اداء متميز جوه الملعب، روح. بص اديني روحك بس وتركز جوه الملعب هتكسب، محدش هيقف جنبك ولا حاجه قصادك ابدا. دايما احنا بنتكلم على تميز لعيب النادي الاهلي. ايوه تميز لعيب النادي الاهلي اعلى كتير قوي من الفرق الاخرى، علشان كده احنا لما بنيجي نتكلم اديني روحك بس. اللي زعلني انا اكيد يعني في فترات انا عمري ما ازعل، وعارف الظروف ان بزعل ان احنا نخسر، ان احنا انا ما بزعلش بالعكس. أيوة. لان انا عارف ان اقوم بسرعه، لكن انا زعلت الفتره اللي فاتت من بعض اللاعبين، من الروح بس مش من ادائهم. ان شاء الله مباراه عوده الروح النهارده ان شاء الله النهارده متفائلين حاجه جديده وشخصيه النادي الاهلي بقى والله باذن الله رب العالمين. يدونا كل لعيب بالملعب، يدينا اللي يقدر عليه ويبقى يموت نفسه جوه الملعب وروحه تبقى عاليه، والنصر والهزيمه من عند الله، والنتيجه مش هنزعل منهم بالعكس هنفرح بيهم، بس يدونا الروح والجدعنه والقلب اللي بيحصل ده اللي هيحصل النهارده ان شاء الله كابتن. نتمناه باذن الله. ايه رايك كابتن بلال؟ اكيد الكلام اللي قاله كابتن علاء وكابتن عادل ده كلام مهم جدا. الماتشات الكبيره بيفرق فيها حاجتين مهمين جدا، اسم النادي
تمام وتاريخه، دي رقم واحد، شخصية اللعيب وشخصية المدير الفني رقم اثنين. النهاردة في جمهور هيكون موجود في الاستاد، مش الجمهور الكبير قوي قوي قوي، لكن في جمهور. جمهورك متعود منك انك عندك شخصية قوية جدا، عندك ستايل في الملعب، عندك كاريزما، انك انت دايما الهدف بالنسبة لك او التارجت اللي بتشتغل اللي بتلعب عليه هو اسم النادي الاهلي، ده رقم واحد. احنا تعودنا كلنا كده، كلنا عشنا الاجواء دي، عارفين ان مباريات القمة لازم يبقى فيها شخصية. صحيح. دي مش شخصية أحمد بلال، دي شخصية النادي الأهلي المنطبع على أحمد بلال، هي الشخصية بتاعت النادي الأهلي دي خلاص عندي، بقت أنا اكتسبتها، بقت عني، فبالتالي بتتحول. عشان كده احنا دايما بنقول ايه، احنا بنقول دايما اتحول، حول نفسك من شخصيتك العادية لشخصية النادي الأهلي، تمام، عشان يبقى عندك كاريزما كبير، عشان الناس عشان الناس تقدرك. انت دايما مشهور بالروح القتالية العالية، دايما مشهور بالعزيمة، دايما مشهور بالقوة، دايما مشهور بعدم الاستسلام، ودي نقطة مهمة جدا. صح. جدا جدا، تاخد بالك انت في اوقات كتيرة جدا بتكسب دوريات، مظبوط، مش ماتشات، مظبوط، في الدقيقة الأخيرة بلس 90 يعني. مزبوط. انت بتكسبها ليه بتكسب كده؟ عشان انت عندك طول الوقت بتشتغل على الحتة دي، انا النادي الأهلي ما ينفعش اخسر اعتباطا، ما ينفعش اخسر روح، ما ينفعش اخسر قتال، ممكن اخسر اداء في الملعب في بعض الاوقات، وارد، كره القدم فيها حاجات كتيره جدا وفيها متغيرات كتيره جدا، وارد النهارده اسامه يلعب كويس، وارد انا العب النهارده وحش، وارد النهارده مثلا كابتن علاء يبقى في البيك بتاعه، وارد واحد تاني يبقى قليل، وارد ان احنا يبقى مجهدين، وارد الاهلي يلعب ماتشات، وضع طبيعي انك تلعب ماتشات سيئه في بعض الاوقات، في بعض الاوقات، لكن مش في كل الاوقات. ولما تلعب ماتش سيء تمام كفني لازم يبقى قصاده قتال في الملعب، هو ده اللي احنا بننتظره، على او ده اللي احنا تعودنا عليه، مش بس بننتظره. الاهلي عودنا دايما انك لما بتقع، ودي شخصيه البطل على فكره، مش بس بطل في الكوره، في كل الالعاب، حتى في الالعاب الفرديه البطل ما ينفعش يتقال عليه وقع، لا، البطل ممكن يحصل له دروب خفيف، تمام، ممكن يتغلب ماتش، ممكن يتاثر بعض الاوقات، لكنه ما سرعان انه بيرجع تاني، وبيرجع بقوه كبيره جدا. وتعودنا في اوقات كتيره جدا انك انت لما بتروح، الناس بتروح ان النادي الاهلي لا وحش، و بتبقى العوده بتاعتك عوده قويه جدا 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 بقتال كبير جدا جدا. احنا خسرنا 2 افريقيا، الطبيعي انك هتبقى عندك احباط غير طبيعي في البطوله الثالثه، ده طبيعي، وضع طبيعي جدا، توصل 2 فاينل فبتخسر، العادي والطبيعي، اي نادي في العالم خلاص بيستسلم، يعني خلاص يعني وصلت 2، لكن اللي حصل عكس كده تمام. صح. اللي حصل ان خدت بطوله وخدت البطوله الثانيه ووصلت فاينل البطوله الثالثه، ده اللي عايز اقوله. يعني انت دايما اللعيبه، وعلى فكره اللعيبه عندها الكلام ده، ممكن يكون في اسباب كتيره جدا خلت اللعيبه بالاداء السيء الماتش اللي فات ده، انك انت بتلعب كتير، وان انت مجهد، وان الفتره ما بين الماتش والماتش قليله جدا، واللعيبه اللي موجوده هي اللي بتلعب على طول، ممكن كل ده يكون وارد، لكن اعتقد النهارده الامور هتتغير بشكل كبير جدا جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. صحيح. كابتن اسامه، احساسك ايه؟ يعني دايما في الماتشات ديت بسالك السؤال ده، الان القلق احيانا بيبقى قلق صحي يعني، ولكن احيانا بتطمني واحيانا بتقلقني، حاسس بيه النهارده؟ يعني مع الاهلي دايما متفائلين طبعا، الخوف ده خوف طبيعي، او القلق يعني، النادي الاهلي طبعا ما خافش، لكن القلق من جماهير النادي الاهلي في اي مباراه تلعبها بتبقى قلق طبيعي. لما صفاره الحكم بتبتدي، تبدا تشوف اللعيبه، بتبدا تطمن اكتر ان شاء الله. يعني النهارده انا متفائل دايما، لما ظروف النادي الاهلي قبل مباراه القمه، لما تبدا الناس تقول ده الاهلي ضامن المباراه، الاهلي هو الافضل، الاهلي عنده، ما بقاش مطمن قوي، اللعيبه بتركن شويه للحته دي. لما تبقى الامور او الكلام او السوشيال ميديا او الصحافه او كله التوقعات راح الناحيه الثانيه، ببقى متفائل ان اللعيبه هيكون عندها تركيز كبير. اتمنى ان شاء الله النهارده تركيز لعيبه النادي الاهلي يكون كبير يا رب. خاصه انت المباراه اللي فاتت تخسرت اهم حاجه، انا ما بتكلمش على خساره مباراه، طول ما انت بتلعب كوره اكيد في مباريات هتخسرها وفي بطولات هتخسرها، لكن اهم شيء زي ما الكباتن قالوا هي روح النادي الاهلي. صح. الروح اللي دايما بتميز كل الاجيال على مدار تاريخ النادي الاهلي، ده شيء ما ينفعش ان احنا نفقده. صح. النهارده لما بتبص على التاريخ وترجع للتاريخ، النادي الاهلي 37 بطوله كاس، اقرب منافس ليك نادي الزمالك 27 بطوله، فبتتكلم في 10 سنين علشان يحصلك. النهارده اللي محتاج البطوله مش النادي الاهلي، لا، لعيبه النادي الاهلي الجيل الحالي. صحيح. هو اللي مفروض يحارب وهو اللي يقاتل. النادي الاهلي بطل الكاس السنه اللي فاتت.
فانت النهارده بتحافظ على اللقب اللي انت بطله السنه اللي فاتت. مزبوط. لازم الروح المعنويات تكون اكبر. اللي انا بشوفه النهارده او اتمنى النهارده لعيبه النادي الاهلي بغض النظر عن المباراه، انت النهارده قبل المباراه اكيد في لازم فريق النهارده فايز نقول له مبروك، فريق بيخسر، لكن الحاجه اللي انا ما ينفعش ان انا اخسرها طوال ال 90 دقيقه او ال 120 دقيقه او حتى لو وصلت ركلات جزاء، الروح التركيز. هي المباريات النهارده او هي النهارده بطوله الكاس مباراه واحده بعدها في بطل، فتستدعي النهارده يبقى في تركيز في روح في تركيز من اللعيبه طوال ال 90 دقيقه. مزبوط. سواء اللعيبه اللي بتدي المباراه سواء اللعيبه اللي على الدكه، والنهارده بيبقى ليهم الناس اللي على الدكه بيبقى ليها دور طبعا. ارجع ل 2007 والكابتن علي كان موجود في الجهاز الفني من يومين لسه، على فكره اول مره اشوف المباراه دي. أيوه. مباراه 2007 4-3 الكاس. أيوه. الناس اللي قاعده على الدكه ليها دور. أيوه. تنزل تقدر تغير. ده مين اللي مين اللي نزل غير يا كابتن؟ كابتن علاء. المباراه اللي فاتت حتى مباراه بين قوسين انا يعني بين قوسين انا مباراه الدوري السابقه، شوف الاهلي وهو متاخر 2-1، شوف صلاح محسن لما نزل، شوف طاهر محمد طاهر البدايل. فالنهارده برضو زي ما بتدي الناس اللي في الملعب ال 11 اللي هيبتدوا محتاجين تركيز وروح، برضو الناس اللي قاعده بره مركزه على نفس قدر الناس اللي موجوده، ممكن تنزل تغير في اي وقت. صحيح. علشان كده النهارده مباراه 90 دقيقه لكن مباراه بطوله، لازم الحسابات تكون مختلفه للاعيبه وكمان لريكاردو. النهارده اتمنى له التوفيق في التشكيله اللي هيحطه وطريقه اللعب علشان النهارده مختلفه عن مباراه بيراميدز. صحيح. النهارده ممكن بما اننا بنتكلم عن كاس مصر 2021، تعالوا نشوف مع بعض مشوار الفرقتين في البطوله. نادي الاهلي يوم الاربعاء 14 ابريل 2021 لعب مع نادي النصر في دور ال 32 وتمكن نادي الاهلي من الفوز 2-1. نادي الزمالك لعب مع حرس الحدود، نادي الزمالك فاز 3-1. يوم الخميس 27 مايو 2021 نادي الزمالك لعب مع الاسماعيلي ونادي الزمالك فاز 1-0. يوم السبت 25 سبتمبر 2021 نادي الاهلي تقابل مع انبي في دور ال 16 والنادي الاهلي تمكن من فوز 1-0. يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 نادي الزمالك لعب مع مصر المقاصه، نادي الزمالك في دور ربع النهائي كسب 2-0. نادي الاهلي لعب يوم الاحد 26 يونيو 2022 مع بيراميدز، نادي الاهلي تمكن من فوز 2-1 في الدور ربع النهائي. ويوم الاثنين 23 مايو 2022 نادي الزمالك لعب مع اسوان وتمكن من فوز 2-1 في دور نصف النهائي. في دور النصف النهائي لنادي الاهلي يوم السبت 2 يوليو تمكن نادي الاهلي من فوز على بتروجيت 2-0. ده مشوار الفرقتين، وبالنتائج طبعا الفرقتين كانوا الاحق بالوصول للنهائي. طالما وصلوا النهائي كابتن علاء، تعودنا في المباريات بتاعت الاهلي والزمالك انها لا تخضع لاي مقاييس. مش شرط الافضل فنيا قبل المباراه يكسب، ومش شرط الافضل فنيا خلال المباراه واثناء المباراه هو اللي يكسب برضه. دي حقيقه، وخصوصا كمان مباراه الكاس ملهاش يعني ملهاش مقاييس، ما تعرفش يعني تتوقع حاجه. مباراه الكاس ممكن في ثانيه الموضوع بيقلب على طول، لكن النهارده مباراه مهمه، اهلي وزمالك بطوله، بطوله كاس مصر بطوله مهمه ليك زي ما كان اسامه بيتكلم، عشان اللعيبه الموجوده دلوقتي واللي كان حصل مع المباراه السابقه هي بالنسبه لهم تحدي. يعني انا لو انا النهارده من لعيبه النادي الاهلي عندي تحديين، تحدي بينه وبين نفسي ان انا لازم اكسب البطوله دي عشان انا وعشان نفسي، وتحدي ان اكسب البطوله عشان النادي الاهلي نضيف له بطوله جديده. فالدوافع دي كلها هتخليك ان البطوله تنزل روح كويسه وروح عاليه وروح جامده كده، ماليش دعوه بالنتيجه. لكن اما تيجي تبص على حاله الفرقتين قبل المباراه يا ايمن، عامه ما مش في افضل حالاتهم، مش في افضل حالاتهم. صحيح. خالص. صحيح. خالص الاثنين مش في افضل حالاتهم، خصوصا من الناحيه الدفاعيه، عشان بس نبقى صراحه مع بعض. الناحيه الدفاعيه اذا كانت هنا واذا كانت هنا كانت في برضو بعض المشاكل. يعني الناس بيقول لك النادي الاهلي دفاعه، لا النادي الاهلي دفاعه مش للدرجه اللي هي، يعني المباراه السابقه بتاعت الزمالك تعلق عواد هو اللي ادى اخر ثلاث اربع مباريات نجم المباراه عواد. عواد تعلق عواد ده يبقى بيديك على طول على طول على طول وانت مغمض كده ان في مشاكل. عشان كده بقول لك النهارده المباراه ملهاش مقاييس خالص. خالص. لكن هي مباراه لازم تلعب على جزئيات صغيره جدا، ممنوع التهور من اول مباراه، لازم تلعب بهدوء بهدوء، لكن مش تنام في الملعب، بهدوء انك تستحوذ انت على الكوره، امتى دايما تبقى الفاعل، امتى اللي تفرض اسلوبك. زي ما بقول لك في
مبادئ كده وبعدين النتيجه دي هتيجي، لكن لازم انت اللي تبان، لازم انت تبادر بكل حاجه، لازم انت الفاعل، لازم انت بشكلك كويس قوي في الملعب، لازم انت تشارك في الملعب، لازم انت مستحوذ على كل شبر في الملعب. الكلام ده هو اللي بيديك الافضليه دفاعيا وهجوميا. ما تغفلش، ممكن المدير الفني يحط سيناريوهات مختلفه اكيد، يعني ما تكونش مثلا المبادئه منه، لا لا لا، يكون هو مثلا في البدايه رد فعل، هو كل مدير وبعدين فني يقسم فترات المباراه. بص يعني كل مدير فني بيبقى راسم اكتر من سيناريو. في مدير فني يقول لك ايه، سيب الاستحواذ للمنافس وانا ابدا العب على الهجمات المرتده واقفل كويس قوي واستنزفه هو انا وبيجري كتير قوي عايز يجيب اهداف وابدا انا اشتغل. دي وجهه نظر. في مدير فني يقول لك لا انا هبدا اضغط من الاول على امل ان انا احرز هدف، وخصوصا في الكاس بقى انت بتدور على انك تتعادل وعايز تكسب فخطوطك هتتفتح. وفي مدير فني يقول لك انا هلعب لا قدر الله جبت جه فيها جول هبدا اعمل بكذا كذا كذا، عندي احتياطي برضه. انا كان بتكلم اسامه على البدلاء، وفي واحد يقول لك لا انا هلعب وابدا ادور على الاول على هدف، هدف هيريحني انا ويريح لعيبتي، وانا بحب كده عامه. انا بحب اما ابدا خصوصا النادي الاهلي باسمه ولاعيبته تاخد انت مبادره. مبادره بس مش بريسك، مش مجازفه، مبادئه غير مجازفه، مبادئه ان انا ابدا انا اللي بقى عندي النزله الهجوميه، انا اللي شكل احسن في الملعب، انا منتشر، بس انا محسوبه محسوبه من غير تهور طبعا. يعني عشان مباراه كاس الكره الثانيه بتاعتي دايما الكره مع في رجل لعيبتي، الكلام ده كلها بتطمني انا كمدير فني وبتطمن لعيبتي. يبقى ناقص بقى توفيق ربنا، لكن انا عملت كل الشروط اللي لازم ادور عليها. ومع كل ده ممكن يبقى فريق الوحش في الاخر هو اللي يكسب. مظبوط، هي دي يعني مباراه الكؤوس. لكن انت دايما كل واحد في ايده حاجه، المدير الفني ان هو بيجهز اللعيبه بتاعته، بينقي احسن تشكيل بالنسبه لوجهه نظره هو يبدا بيه. اللعيب دايما عنده تركيز كويس قوي، هنفذ اللي قاله المدير الفني، عنده روح عاليه جدا، هجري كتير وابدا اركز كويس قوي في الفرص، ودي للمره مليون بعيدها. يا جماعه نركزوا في اول فرصه، ركزوا في الفرص دي بتفرق كويس قوي. يعني ما شاء الله عليكم كلكم تهدفين وبتعرفوا يعني ايه مقدار او قيمه الفرصه في مباريات الاهلي والزمالك، او قيمه الفرصه في مباريات النهائي بمعنى اصح. هو ده المطلوب يا ايمن، ادي اللي عليك وسيب النتيجه بتاعت ربنا، لكن تلعب كويس قوي. احترامك للمنافس دي حاجه لازم تعملها كويس قوي، ان المنافس فريق كويس، فريق كبير، فريق عنده طموح عايز يكسب، لازم كل احترام ليه. لكن زي ما بقول لك انت اللي تبدا دايما، انك انت اللي تبدا المبادره، لكن من غير مجازفه، من غير ما تسيب مساحات عندك في نص الملعب او خط الدفاع بتاعك، على اساس دايما تخلي انت اللعب انت المتحكم في شكل اللعب، في الاداء بتاعك، ما عندكش مشاكل. التمرير الخاطئ النهارده يقل على قد ما اقدر، ان النهارده الزمالك دايما كنا بنتكلم عليه ومريجي نتكلم عليه، دايما عنده تفوق في التلت الهجوم بتاعه، عنده ثلاثه مهاجمين اقوياء جدا بيعرفوا يستفادوا كويس قوي من المساحات. عشان كده بقول لك النهارده خصوصا نص الملعب التمرير الخاطئ لازم يقل جامد جدا النهارده، ولازم في تمركز كويس في نص ملعب نادي الاهلي. صحيح. طيب كابتن عادل، كابتن علاء ذكر ان ماتش النهارده فيه تحديات كتير، تحديات للعيبه وتحديات ايضا للجهاز الفني، برغم يعني قصر المده اللي هو تولى فيها مسؤوليه التدريب في النادي الاهلي. بيجي عليك وقت الوضع والظروف بتحطك في في مكان انت ما كنتش تتمناها، ودي حقيقه فعلا. جمهور النادي الاهلي مستني النهارده يشوف المدرب هيعمل ايه بعد الهزيمه بتاعه بيراميدز من في مباراه الزمالك في فاينل. الحاجه المهمه ان جمهور الاهلي فعلا بيحب المدرب اللي بيكسب الزمالك دايما، دي حقيقه يعني يمكن الناس عارفينها. لكن خليني بس ادخل في نقطة مهمة قوي بالنسبة ل مباراة اليوم، مباراة الأهلي والزمالك. اتفضل. قبل أي حاجة لازم نتكلم على إنه مباراة الكأس غير مباراة الدوري. مباراة الكأس أنت بتلعب فيها بدون ريسك، تمام؟ لا، الحاجة التانية المهمة لازم تعمل سيناريوهات كتيرة فيها. كويس. لأن هي مباراة اليوم الواحد. ماشي. اليوم الواحد لازم انك انت بتشتغل تصاعدي، بمعنى انك انت عامل اهم نقطه اللي هي تعملها انك انت التامين. لان المباراه هتمشي لمكسب لخساره مع كل الفرق. دي واحد. اتنين، تعال نتكلم على الحته بتاعه تقسيم الوقت. لازم نعرف انه تقسيم الوقت بتاع المباراه بيختلف في زمن المباراة امتى في السنة وفي الموسم. طيب نستأذنك كابتن عادل نقول تشكيل النادي الأهلي. اتفضل.
تشكيل النادي الاهلي النهارده تمام معاذ يرجع لها. طيب ماشي باذن الله. محمد الشناوي حارس المرمى، ظهير ايمن محمد هاني، وقلبي الدفاع ياسر ابراهيم ايمن اشرف، وظهير ايسر علي معلول. ثلاثي خط وسط دفاعي اليوم محمد فتحي حمدي فتحي عمرو السوليه اليو ديانج، وثلاثي المقدمه محمد مجدي قفشه احمد عبد القادر محمد شريف. مره ثانيه محمد الشناوي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني ياسر ابراهيم ايمن اشرف وعلي معلول، ثلاثي خط الوسط الدفاعي حمدي فتحي عمرو السوليه اليو ديانج، وثلاثي المقدمه محمد مجدي قفشه احمد عبد القادر محمد شريف. في كذا تغيير عن المباراه اللي فاتت وكمان طريقه لعب مختلفه. احتياطي النادي الاهلي النهارده علي لطفي لحراسه المرمى، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، محمود وحيد، صلاح محسن، وليد سليمان، حسام حسن. اتفضل يا كابتن علي. خلينا نرجع لحته الزمن او الوقت اللي انت بتلعب فيه المباراه. انت بتلعب في وقت بعد اجهاد كبير قوي او مباريات كتير قوي خاضها النادي الاهلي. النادي الاهلي لما يلعب مباريات كتير وبتيجي في اخر السنه احيانا انك بتلعب دايما في مباريات الكاس ودي مباريات الكؤوس، احيانا بتلعب الناس اللي ما بيلعبوش فترات طويله. وده عرف معروف في العالم كله وبالذات حراسه المرمى. ولكن انت بتتكلم في الايام دي انت بتلعب في ظل اجهاد، فلازم يجب انك تلعب بالطريقه اللي تناسب النادي الاهلي في الوقت ده. مش لازم، احنا النادي الاهلي نادي كبير، مش لازم طول الوقت انت اللي تبقى الفاعل. اشوف حاله لعيبتي كمان دلوقتي ايه في الوقت الحالي. لا ومش لازم تبقى انت الفاعل يا اسامه، دي مهمه جدا. يعني ايه؟ دايما انا بتكلم غطرسه الكوره في كل انديه العالم وفي كل منتخبات العالم، ان انا ابقى يعني انا الفرق الاكبر والاحسن والافضل، فيبقى انا اوتوماتيك لازم انزل اهاجم انا. لا مفيش كده في كره القدم دلوقتي. كره القدم انت لازم ترجع لورا، وبالذات ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري ابطال اوروبا، بالذات في ظل ريال مدريد كده خد البطوله، في ظل المدرب جديد يجب انه ما يتسرعش وما يعملش ريسك. حاجه، الحاجه الثانيه المهمه، انت بتتكلم على فتره اجهاد، فلازم تلعب كره تناسب الاجهاد. لان الفرق ليها تكتيك، في لما بيبقى عنده التلت الاخير من السنه بغير تكتيكي. لازم الناس تبقى عارفه دي. السنه بتبقى تلات التلت الاولاني وانت شغال انك تلعب بالطريقه اللي فيها اجهاد زي ما انت عايز، اللي هو الجري الكتير، الضغط العالي، الحاجات دي كلها. اللي في النص بتحافظ عليها، ممكن تلعب ما بين دي وما بين دي، لكن التلت الاخير حته الضغط بيبقى محسوبه قوي. الضغط بتبقى بازمنه، ما ينفعش فرقه تضغط طول الوقت. دي مهمه جدا. فالنهارده النادي الاهلي انا مش عاوزه يبقى رد فعل، لان نادي الزمالك مش هيبقى فعل. هيبقى برضه رد فعل، لكن ما تستعجلش انك تضغط ممكن تقسم الوقت في المباراه لازمنه، ممكن خمس دقايق اضغط ضغطه كويسه لو جبت جون ولا الثاني، وممكن اضغط الضغط الثاني اجيب الجون الثاني زي ما عملنا في مباراه خمسه. ولكن في الاخر اللي انا عايز اقوله ان مباراه النهارده مباراه تكتيك، انك ازاي انت كمدرب هتوصل بفرقتك انك انت تتغلب عن العناصر الاخرى في نادي الزمالك. اخر كلمه بس عشان اخلص كلامي، اهم عنصرين في نادي الزمالك في الوقت الحالي اشرف بن شرقي وزيزو. ده اقرب اتنين. انا بتمنى ان الفكره اللي اتعملت دي والتشكيل اللي اتلعب بيها النادي الاهلي، اتمنى ان عمرو السوليه وحمدي فتحي وديانج هيبقى تحتيهم، حمدي فتحي ما يبقاش جنبهم، يبقى تحتيهم شويه ما بين ايمن وياسر، علشان حته بن شرقي لما يبقى مع هاني هيبقى السبورت مع ياسر ابراهيم، والناحيه الثانيه لما زيزو يبقى رايح لعلي معلول يبقى السبورت بتاع علي معلول ايمن اشرف. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن توقف نادي الزمالك. لو عملناها النهارده بالشكل ده، يعني لو طريقه اللعبه تتعمل ثلاثه اذا خمسه كانت او هو هيلعب بثلاثه، لو نزل حمدي فتحي بينهم هتبقى افضل حاجه، يلعب بثلاثه فلات، يلعب هاني وعلي معلول، هيلعب السوليه وديانج،
وهيلعب بالثلاثه اللي قدام، ولكن قفشه مش عارف هيبقى فين، هل قفشه هيبقى ناحيه اليمين؟ طيب خلينا نشوف نادي الزمالك هيلعب ازاي و هيبتدي بمين. تشكيل نادي الزمالك هيبقى محمد عواد لحراسة المرمى، رباعي خط الظهر حمزه المسلوتي ظهير ايمن، واحمد فتوح ظهير ايسر، وثنائي قلبي الدفاع حسام عبد نجيد ومحمد حمدي الونش، ثلاثي محمود حمدي الونش، وثلاثي وسط الملعب محمد عبد الغني امام عاشور سيد عبد الله نيمار، وثلاثي المقدمه اشرف بن شرقي زيزو وسيف الجزير. مره ثانيه محمد عواد حمزه المثلوثي محمود حمدي الونش حسام عبد نجيد احمد فتوح، وثلاثي وسط الملعب محمد عبد الغني امام عاشور سيد نيمار، وثلاثي المقدمه اشرف بن شرقي احمد سيد زيزو وسيف الجزيري. احتياطي نادي الزمالك النهارده محمد نديم لحراسه المرمى، محمود علاء، يوسف اوباما، عبد الله جمعه، حازم امام، اشرف رؤى، محمد اونج، محمود شيكابالا، وايمن حفني. بص سريعا بس يا كابتن، نادي الزمالك يلعب بثلاثه مش هيلعب باثنين، هيلعب يعني بثلاثه المسلوسه هيبقى ثالث، سيد نيمار هو اللي هينزل تحت، وزيزو هينزل جنب امام وعبد الغني، واشرف بن شرقي هينزل ما بين الاثنين، ويبقى الجزيري قدام. وعبد الغني هيتمركز فين؟ نص الملعب. عبد الغني وامام عاشور بيلعبوا اثنين في نص الملعب. سيد نيمار هينزل هيبقى ظهير يمين، هيلعب في الباك رايت، وهيلعب فتوح في الباك ليفت، وهيلعب الثلاثه حسام عبد المجيد والونش والمسلوسه يلعبوا ثلاثه سرد باكات، ويلعب باثنين نص ملعب عبد الغني وامام، وهينزل اشرف بن شرقي شمال، وهينزل زيزو يمين، ويبقى الجزيرة على اساس ان اللي لعب 3 كان لعب محمد كان لعب 3 اسمه ايه ده؟ كان لعب 3 من الاول لو هو لعبها كده في المحل يا كابتن، بس ممكن بس الوضع مختلف النهارده مع خصم مختلف. لا ما هو ده بالعكس، ده عملها مع المحله كده علشان يدافع اكتر، عشان يحافظ على دفاعه اكتر، هو هيعملها كده. انا بتكلم على انه المسلوسي مش هيلعب ظهير باك رايت، باك رايت انا فاهم قصدك، المسلوسي هيدخل سيرد باك ثالث مع الونش ومع عبد المجيد. ده اللي عمله كابتن عادل، بيقول ده اللي عمله في مباراه المحله. انا بقول لك عمله في المحله كده، المسلوسي ما كانش باك رايت، كان ناحيه اليمين مساك، بس وكان لعب بثلاثه تجربه عبد الغني، وعبد الغني دخل في نص الملعب ما كانتش افضل حاجه. مش ناجحه مظبوط، ما كانتش ناجحه ده يعني تعرفها في الوقفه بقى. لا يعني انا بكلمك اسامه مهمه دي، انا بكلمك في بيلعب المحله وعملها كده. هل مع النادي الاهلي هيرجع المسلوسي هيلعب باك رايت؟ انا بقول لك مش هيلعب باك رايت خالص، بدليل او اكيد اتفرج على مباراه خمسه، اكيد عارف ان المسلوسي ما عندوش سرعات دلوقتي زياده في الوزن والحاجات دي، بدا ينجح في حته السيرد باك لانه ما عندوش مشاكل كتير، فعشان كده بقول لك هيلعبها بالطريقه دي، وبالاخص ان سيد نيمار المباراه بتاعه الاهلي الاولانيه لعبها كظهير يمين وعنده الحته الهجوميه بتاعته، اما اللي هيدافع عبد الغني هينزل كرابع معاهم كمان لتحت، وامام عاشور بس اللي هيلعب. امام عاشور هو اللي هيلعب في نص الملعب؟ ما هو وعبد الغني وهيبقى طرف فتوح، وهيبقى الطرف الثاني سيد نيمار. نيمار. لانه هيلعبوا بثلاثه فلات وهيلعب باثنين. انت فاهم؟ وهيلعب الاثنين تحت. الحاجه المهمه هو كل ده عشان يفضي مين؟ ويريح مين في الحته الهجوميه؟ يريح زيزو ويريح بن شرقي. ده هو ده الفكره اللي عاملها كلها في نادي الزمالك. والنهارده الفكره دي النادي الاهلي زي ما كلمتك لو نزل حمدي فتحي في وسطهم هيعمل السبورت ناحيه اليمين وناحيه الشمال. بس احنا اصلا دايما في حتى في ماتشات نادي الزمالك العاديه مش مع النادي الاهلي ما بنشوفش اي ادوار دفاعيه لاشرف بن شرقي، يعني هو بيبقى دوره هجومي بحت. يعني اشرف بن شرقي دايما في الجزء الامامي. ما انا بقول لك اشرف بن شرقي مش هيدافع، هو ما بيدافعش اصلا، ما بيدافعش. انا كاهلي، انا كنادي اهلي اول حاجه لازم اعمل حساب زيزو واشرف بن شرقي فقط. طيب نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب مباراه تليفون ونعرف منه اخر الاجواء قبل انطلاق المباراه مباشره. مساء الخير يا كريم. مساء
مساء الخير عليك يا كابتن ايمن، برحب بيك طبعا في البدايه وبجد تحيه لكابتننا الكبار وكل جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله. اللي متواجد من اول دقيقه الحقيقه ومن اول ثانيه بيشجع وبيقادر وبيهتف يعني روح كبيره جدا كالعاده طبعا من جمهور النادي الاهلي اللي عليهم دور كبير كالعاده كابتن ايمن زي ما احنا عارفين. التحضيرات كانت الحقيقه مع مستر ريكاردو توريش المدير الفني، تحضيرات وقت دقيق جدا ومهم جدا، لكن دور الاكبر النهارده على الجمهور، دور اللعيبه. مباراه ان شاء الله باذن الله بتنتهي في 90 دقيقه، مش عايزينها تطول ل 120 دقيقه لان الضغط كبير جدا، لكن ان شاء الله باذن الله مع الحاله اللي احنا شفناها في فندق الاقامه، مدى تركيز اللاعبين، الحديث الحقيقه الثنائيه والجماعيه اللي جمعت كل لاعبي النادي الاهلي مع الجهاز الفني بتدينا مؤشر ان شاء الله يا كابتن ايمن ان احنا ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نرفع الكاس 38 في استاد القاهره. طمنا على الاجواء في الملعب يا كريم، يعني ايه الاخبار عندك؟ يعني ارضيه الملعب في استاد القاهره حاجه ممتازه، حضور اللاعبين طبعا كالعاده قبل ساعه ونص، ودخولهم يمكن حتى هذه اللحظه لسه شناوي حارس مرمى النادي الاهلي قعدته طبعا لسه ما نزلش الى ارض الملعب كاول لاعب بينزل طبعا ليه التسكين، لكن خلاص لحظات بسيطه جدا والكل يتوجه للاحماء، ويا رب ان شاء الله كل المجهود اللي بذل يا كابتن ايمن من الجهاز الفني ومن اللعيبه وكلل بالنجاح ان شاء الله مع فريق النادي. كلمني بقى عن الحضور الجماهيري اخباره ايه؟ الجمهور حاجه مشرفه وحاجه مبهجه الحقيقه، يعني ال 2000 ونص طبعا المتاحين هنا وهنا، 5000 طبعا لجمهور الزمالك ونادي الاهلي، 2000 ونص و 2000 ونص جمهور النادي الاهلي حاضر بالكامل. ولو نتذكر يا كابتن ايمن اول ما طرحت التذاكر في خلال 10 دقائق او 15 دقيقه انتهت التذاكر تماما لجمهور النادي الاهلي، وده يدل على الوعي الكبير والمسانده الكبيره والمستمره لكل جمهورنا. يا رب ان شاء الله يكونوا كالعاده مفعول للسحر وسبب من اسباب الفوز مع الشخصيه والروح الكبيره اللي منتظرينها النهارده من كل لاعبتنا، ان شاء الله يكونوا ابطال 38 ابطال كاس مصر النهارده باذن الله رب العالمين. اديني روح زي ما بنقول، ان شاء الله النادي الاهلي هو البطل باذن الله النهارده ان شاء الله يا كابتن. شكرا جزيلا يا كريم، الف شكر. عدل تاني؟ لا هرجع بقى على لسه شويه. لا 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 خلص ده، خلص اللي بعده كمان اخش على اسامه كده. اسامه مين ابتدي من الاول؟ طيب كابتن بلال، النهارده مستر سواريز عامل بعض التغييرات اوكي، سواء في طريقه اللعب او في اللاعبين. هيلعب 3 في نص الملعب. هيلعب 4-4-3-3 يعني متوقع يعني. تمام متوقع؟ يعني متوقع انه يلعب بطريقه فيها بعض الحرص شويه. المشكله الازليه بقى أفش. يا كابتن المشكله الازليه اللي كان بيتكلم عليها دلوقتي اللي احنا دايما بنتكلم عليها، اللي دايما بنتكلم عليها كل مدرب هتلعب قفشه في انهي حته؟ مظبوط. على ناحيه اليمين ممكن تعدل تمام، ويلعب قفشه في يعني سواء يمين او نص ملعب يلعب 4-4 هتفقدوا ميزه. لا هو لو هو يلعب خلاص انتقارات 4-3-3 يبقى احسن مكان لقفشه متفائل انا وانت وكلنا في الاستوديو ناحيه الشمال، لان عشان لما بيخش مزبوط. في قلب الملعب مظبوط مظبوط، بس في برضه في حاجه يمين في حاجة. يمين بص يا ايمن ماشي، يمين انت فقدته تماما مظبوط تماما فقدته، وانت محتاج في الثلث الاخير ده عشان بس انا مش عايز اخلي بلال يتكلم، محتاج دايما يبقى يخش في القلب. بس لما نيجي نتكلم عليه هو احيانا مطالب باداء واجب دفاع، دي حقيقه، ولما بنيجي نتكلم على قفشه ودوره في الطريقه دي لا بنفتقده كتير جدا في الواجب الدفاع. بس هنا النهارده انت عندك 3 مدافعين، يعني عندك 3 في نص الملعب، ودي ممكن تديك ميزه شويه دفاعيه، يعني انت لما بتلعب 2 وتلعب مثلا قفشه في ناحيه اليمين او ناحيه الشمال تمام، ويبقى عندك بيرسيتاو، بيبقى عندك فعلا في الحت في التوقيت ده بيبقى عندك مشكله دفاعيه. لكن النهارده انت عندك 3 فلات تمام، ممكن يكون واحد فيهم له نصيب في الجزء الفني الاكبر، ممكن يكون عمرو السولية، لكن انت في الاصل انك بتلعب بثلاثة ميد فيلدرز، فبالتالي الحته الدفاعيه بتاعت مجدي قفشه النهارده ممكن تتعوض بوجود الثلاثي بتاع نص ملعب تمام، يعني النهارده ديانج بيدافع كويس، فتحي بيدافع كويس، السولاي بيدافع كويس، فممكن يغنيك بعض الوقت، خد بالك مش طول الوقت لان انت برضو وضع طبيعي ان انت النهارده لازم هتدافع، انت بتلعب فرقه كبيره، فرقه محترمه، فرقه منظمه، عندها هجوم جيد، فبالتالي انت من الطبيعي انك انت هتيجي في وقت من الاوقات بتلعب في 45 متر او بتلعب في 30 متر او بتلعب في 40 متر، ده وضع طبيعي ممكن. فبالتالي هو رجوعه هيبقى برضو مش بالشكل الكتير يعني المتواصل، اللي هو رايح بيلعب على الخط فبيرجع لحد ال 18 كانه بالظبط كان وينج، لا هو مش هيلعب كوينج النهارده، ممكن يثبت بس، وزي ما قال الكابتن علاء في اوقات كتير هتلاقي هو بيضم للقلب تمام عشان ينزل يقفل حته نص ملعب، وواحد من الثلاثي خط النص هو اللي بيكمل في الحته الدفاعيه بجانب علي معلول لو هو هيلعب ناحيه الشمال زي ما كابتن علاء بيتكلم، يبقى هو ينزل في القلب شويه تمام،
وواحد من الثلاثه ديانج فتحي السولية هو اللي هيميل شويه ناحيه الدفاع كويس. بحيث ان هو خد بالك ما دي نقطه مهمه جدا النهارده ليه؟ لان النهارده ممكن تلاقي يعني علي معلول هتلاقي على طول زيزو عليه تمام هتلاقي سيد نيمار رايح عليه فبالتالي انت عايز واحد اصلا بيدافع كويس كويس قوي يعني بيدافع كويس هل ده هيحد شويه من انطلاقات علي معلول في النواحي الهجوميه مش هيحد من انطلاقات علي معلول بس خد بالك انت برضو يعني كباتن اتكلموا في بدايه الاستوديو عن المراحل الايجاد اللي انت بتمر بيها واللعب الكتير انت برضو في اخر السيزون احنا في شهر 8 انت مبتدي السيزون من شهر يعني من 5 اللي فات تقريبا 5 سنة اللي فات من سنتين وثالثه ما انت خدت شويه راحه في النص كده وبعدين كمل من سنتين ونص فانت برضو لما تيجي تطلب من لعيب النهارده يعني بعد سنتين شغل وتقول له انا عايزك تجري في طول ال 90 دقيقه بنفس الكفاءه اعتقد في نهايه السيزون اعتقد صعب جدا طب صعب جدا فبالتالي هيبقى فيه شويه يعني ماشي هنقف عند الحته دي الضغط العالي بيتطلب منك مجهود كبير جدا اكيد كويس اكيد معنى الكلام بس خد بالك لا انا الضغط العالي منين انت لو بتلعب وحده واحده بتبتدي بتدافع من بدايه نص ملعبك وبتضغط ضغط عالي الامر يبقى اهدى شويه لان انت مش هتبقى بتحتاج تبذل المجهود الكبير قوي ده خد بالك انت لو بتلعب لو عامل استريتش للملعب وبتضغط ضغط عالي ده وضع طبيعي انك هتجهد بشكل كبير جدا لكن النهارده طول لو انت بتلعب يعني بدايه مثلا يعني ياسر وايمن اشرف على دا على على دايره ال 18 وكل الفرقه بتبتدي تدافع دفاع متقدم من البدايه الامر هيبقى مش متعب بالنسبه لك انت برضو بتتحرك في مساحه صغيره او بتدافع في مساحه صغيره ده اللي كان بيقول عليه عادل الوقت اللي هو الثلث الاخير من الموسم ايوه اللي هو ازاي اللي انت كان فيه ده بلاش ما هو كابتن انا برضو خد بالك انت بتلعب الزمالك اكيد انت هتجزأ الماتش وقت هتضغط وقت هتتراجع وقت هتستحوذ سلبي وقت هتبقى ايجابي بص النهارده انت ما بتلعبش ماتش دوري طالما ما بتلعبش ماتش دوري فالنهارده بص المجازفه مش هتبقى مطلوبه مش هتبقى موجوده بشكل كبير لا والمباراه ممكن توصل ل 120 دقيقه طبعا مليار مليار ما جازفش من بدري اللي انا عايز اقوله بس لا عشان كده ما جازفش من بدري هو في الاخر قفش هيلعب فين ما هو ما انا زي ما قلت لك قبل ممكن يكون انا خليني اقول لك فيها النقطه دي برده ممكن اتفق مع كابتن علاء ان هو ممكن يلعب ناحيه الشمال يعني في الحته اللي ناحيه الشمال دي تمام حته النهارده انك بتلعب مثلا قدام نادي الزمالك النهارده وانت كمدير فني قاري الزمالك كويس وعارف ايه امكانياته وقدراته الهجوميه وعارف ايه العيوب اللي موجوده عنده في الحته الدفاعيه ما انت برضه هتشتغل على الاثنين مش على عامل واحد مش على حاجه واحده بس مش هتشتغل على الحته الهجوميه وبعدين تسيب الحته الدفاعيه ما انت اكيد النهارده عايز تكسب برضه في وقت من الاوقات فالنهارده بتبص بتشوف نادي الزمالك ايه العيوب اللي موجوده عنده ايه المشاكل اللي موجوده عنده في خط الدفاع طبيعي يعني لو على كابتن عادل مثلا مسلوط بيلعب لعيب بطيء تمام عنده بطء فتقدر تشتغل عليه واحد ضد واحد يروح عبد القادر يروح شريف يشتغل الناحيه الثانيه عشان كده هو دخله جوه انا بقول لك ممكن يا كابتن فتشتغل عليه كويس تمام يبقى في الحته دي فيها الثرو باسز تتعامل يبقى في سرعات من شريف في واحد ضد واحد من احمد عبد القادر الناحيه الثانيه فتوح لعيب يعني مغامر شويه فممكن فبيسيب مكانه اوقات كثيره جدا جدا وينطلق فيبقى عندك مشكله ليه المشكله ساعتها هتبقى موجوده في ايه ان الاثنين السنتر باك او الثلاثه هيبقى عاملين ستريتش للملعب فيبقى في مساحات في القلب تقدر تشتغل فيها يقدر يروح فيها قفشه في النص شريف يروح فيها احمد قادر يتحرك فيها بشكل كويس دي الحاجات اللي انت ممكن تلعب عليها النهارده كمدير فني في الحته الدفاعيه لا لازم تامن بشكل كويس صحيح. لان هم عنده برضه سرعات مش بس مهاره صحيح. يعني الفرقه اللي بيبقى عندها سرعات في الحته اللي قدامك فقلق. بتبقى انت القصه الحته بتبقى مقلقه بالنسبه لك فانت هتبقى عندك لازم تدافع كويس صحيح. لازم تعمل تغطيه بشكل كويس جدا صحيح. جدا جدا صحيح. لازم تبقى بامن بشكل جيد جدا ما ينفعش كمان يبقى فرقه بتلعب عندها سرعه ومهاره وما يبقاش انت عندك 2 على 1 ما تبقاش العكس ما يبقاش هو 2 على 1 ضدك لا لازم انت يبقى دايما واحد من الاثنين واحد من الثلاثه بتوع نص ملعب دايما جنب علي معلول دايما جنب محمد هاني الناحيه الثانيه عشان تقدر يعني تعمل اتزان شويه في الملعب صحيح طيب تعالوا نروح لفروع النادي الاهلي ونطمن من مراسلينا نورهان طمان في اهلي الجزيره محمد توفيق اهلي مدينه نصر وسلا حامد من اهلي الشيخ زايد ونتعرف منهم على الاوضاع هناك نبدا بنورهان مساء الخير يا نورهان مساء عليكم ومساء على ضيوفك الكرام ومساء الفل على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان احنا هنا زي ما قلت من مقر النادي الرئيسي بالجزيره طبعا بنحاول وهنحاول نوصف لكم الاجواء
من الصباح الباكر توافد كبير لاعضاء الجمعيه العموميه في الساعات الاولى من صباح اليوم. كمان خلينا نقول ان الشاشه الرئيسيه هنا في قلب النادي امتلأت وامتلأ الناس حواليها والتف الناس حواليها من ساعات كتيره جدا، يمكن من الظهر مثلا اعداد كبيره جدا قاعده وحاجزه اماكنها هنا قدام الشاشه الرئيسيه. كمان خلينا نقول ان الاعمار السنيه متفاوته جدا في النادي والمهتمه طبعا بمتابعه اللقاء التاريخي، وطبعا دايما مباريات القمه بتلقى باهتمام كبير من قبل اعضاء الجمعيه العموميه هنا لاعضاء النادي الاهلي. كمان خلينا نقول لكم انه في يعني ظهور ملحوظ للسيدات والبنات باعمارهم السنيه المختلفه، ويمكن يعني حرصوا ان هم يكونوا في الصفوف الاولى امام الشاشه الرئيسيه. في عده شاشات كمان يعني صغيره كتيره في كل مكان في المطاعم وفي المبنى الاجتماعي. كمان خلينا نقول لكم ان احنا اتكلمنا شويه مع اعضاء الجمعيه العموميه وكان في حاله كبيره جدا من التفاؤل بين اعضاء الجمعيه العموميه، وان شاء الله ان شاء الله كل الناس هنا متفائله. والناس يمكن قابلت ناس كتيره جدا قالت انها كانت متواجده يمكن في نهائي القرن هنا في مقر النادي بالجزيره، وتيمنا بهذا الامر جت تاني عشان تتفرج هنا من قلب النادي. اما بالنسبه للتوقعات فكل الناس يعني حط امل كبير جدا على محمد مجدي قفشه مره اخرى لتسجيل قضيه، ويمكن كلمه القضيه اتكررت كتير جدا في ما بين الاعضاء هنا لما حبينا نسالهم. دي كانت ابرز المشاهد هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيره. شكرا ليك جدا والعوده مره اخرى الى الاستوديو. انه من اهل الجزيره نروح لزميلنا محمد توفيق من اهل مدينه نصر، اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن شوقي، تحياتي لحضرتك ولكل ضيوفك في الاستوديو وكباتن مصر والنادي الاهلي، معاك من هنا من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، واجواء اكثر من رائعه. على كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي متواجدين هنا في الفرع من بدري جدا، كمان عطله نهايه الاسبوع والنهارده الخميس ده ساعد يمكن عدد كبير جدا من الاعضاء. التوافد دوت عامل اجواء اكثر من رائعه داخل الفرع كابتن ايمن، ده طبعا قبل من الاداره التنفيذيه هنا بمدينه نصر بسلات اكثر من رائعه، عدد كبير جدا من الشاشات اكثر من 3 شاشات عملاقه، كمان عدد كبير جدا من المقاعد، كمان اداره الامن ساهمت في دخول وخروج الاعضاء بشكل اكثر من رائع. طبعا الشكر موصول لرجال الداخليه على تامين الفرع بجميع بواباته، كمان حاله كبيره جدا من السيوله المروريه هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، وده يرجع الفضل ليه طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي اللي افتتح الباركنج الخاص بفرع النادي هنا في مدينه نصر. دعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بتحقق نتيجه ايجابيه، وان شاء الله يبقى اللقب الثامن والثلاثين النهارده كابتن ايمن من هنا من مدينه نصر. كمل حضرتك. شكرا جزيلا زميل العزيز محمد توفيق، ومن اهل مدينه نصر الاهلي الشيخ زايد، وزميلتنا سالة حامد، اتفضل يا سالة. مساء الخير يا كابتن ايمن، طبعا في البدايه برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو، الكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن علاء ميهوب والكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن زي ما حضرتك قلت يا كابتن ايمن، حاليا انا متواجده داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد عشان اقول لكم كل الامور هنا واستعدادات اعضاء النادي الاهلي لمشاهده مباراه اليوم، مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر في نسخته الماضيه طبعا يعني موسم 2020 2021. يمكن خليني اقول لك يا كابتن ايمن يعني الاستعدادات هنا يمكن اداره النادي موفره يعني اكثر من 1500 كرسي لاعضاء النادي الاهلي عشان الكل يتابع المباراه بشكل جيد. كمان في اكثر من شاشه عرض هنا يعني بخلاف الشاشه اللي انا واقفه عندها، في 3 شاشات يعني موجوده في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد. وشكرا يا كابتن ايمن، بشكرك جدا. شكرا. شكرا جزيلا للزملاء الاعزاء. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، ازاي هيلعب النادي الاهلي النهارده؟ النادي الاهلي هيلعب النهارده طريقه اللعب ريكاردو هيغيرها عكس طريقه المباريات السابقه اللي هو لعبها 4-2-3-1 بتروجيت وبيراميدز، حتى فيوتشر كان بيلعب 4-2-3-1 مظبوط. النهارده بيغير طريقه اللعب، بيلعب بثلاثه في نص الملعب، وده اللي انا كنا قلناه في بدايه الاستوديو. النهارده مباراه مختلفه عن مباراه الدوري، النهارده مباراه ببطوله فلازم الحسابات داخل الملعب تختلف. صح. المباريات اللي زي دي اللي دافع صح هو اللي يطلع بالمباراه مش اللي هاجم. ازاي امن خطوطي صح؟ ازاي النهارده لو علي معلول طلع في هجمه مين اللي غطي ظهره؟ علشان كده النهارده السوليه وديانج وحمدي فتحي هو اللي هيكون بيلم من قدام الاثنين المساكين ايمن اشرف وياسر ابراهيم. في تحضير الهجمه هتلاقي دايما الثلاثه موجودين، طبعا زي ما احنا عارفين حمدي فتحي بينزل في القلب بيستلم يطلع عشان الهجمه تطلع صح. النادي الاهلي دايما اسلوبه ازاي بيعتمد على تحضير الهجمه من تحت. ماشي.
تواجد الثلاثة أهميته فيه في نص الملعب، السولية وديانج وحمدي فتحي لا يكون متأخر دايما قدام الاثنين مساكين. علي معلول لو طلع يبقى أنا النهاردة تلاقي ديانج بيميل ناحية الشمال كويس. إزاي يغطي الحتة دي اللي بيعتمد على نادي الزمالك دايما عايز يلعب في المساحات صح. اللي ورا الباكين علي معلول وسواء محمد هاني، محمد هاني ما بيتقدمش كتير صح. علي معلول هو اللي عنده النزعة الهجومية أكتر، فإزاي النهاردة ديانج يغطي الحتة دي. برضو دور التلاتة في نص الملعب النهاردة ما ينفعش ان انا اسيب زيزو على علي معلول واحد واحد او بنشاري على محمد هاني واحد واحد، لازم يبقى فيه التغطية شوية من لعيب وسط الملعب سواء السولية او ديانج. حمدي فتحي دايما بيروح في الحاجات اللي فيها مساحات طولية، مثلا الزمالك بيلعب هجمة مرتدة فبيحط في مساحة، هتلاقي حمدي فتحي هو اللي بيروح في الكلام ده. لكن في تحضير في نص الملعب هتلاقي السولية ممكن بياخد ناحية اليمين شوية حسب اللعبة او ديانج والعكس صحيح. طيب احنا كنا بنشوف في ماتش بيراميدز بعض الانطلاقات الهجوميه لحمدي فتحي، معنى كلامك ان النهارده لا، حمدي فتحي هيقف في نص الملعب. النهارده الشكل مختلف تماما، ريكاردو في مباراه بيراميدز لعب 4 مش 2 3 1 اللي احنا معتاده، لا ده احنا لعب 4 2 4 يعني شفنا قفشه داخل قفشه كان رامي نفسه ده من جنب حسام حسن مزبوط. لا النهارده قفشه دوره مختلف، هيلعب ناحيه اليمين واحمد عبد القادر ناحيه الشمال. خلي بالك الاثنين بيلعبوا برجليهم اليمين، فاي واحد بيلعب برجليه اليمين لما تفضلوا يقول لك عايز العب ناحيه الشمال حسب عدلتي. النهارده احمد عبد القادر مميز في حته ناحيه الشمال، عنده السرعات بيقدر يشتغل واحد على ضد واحد يروح على الجون. قفشه لعب ناحيه اليمين وادى فيها اداء كويس، وشفنا مباراه بيراميدز الاخيره اللي احنا كسبنا فيها 2-0. قفشه مش من اللعيبه اللي بتلعب على الخط، مش اللعيبه اللي عندها سرعات، لا بيلعب دايما او طريقه لعبه بيدخل لوسط الملعب لعمق الملعب وانت معاك الكوره في نص الملعب. ازاي يعمل لك الاستحواذ النهارده؟ الاستحواذ ده مطلوب في نص الملعب. انت النهارده لو مسكت نص الملعب تقدر تتحكم في رتم المباراه. النهارده هيكون امام عاشور في نص الملعب، عندك محمد عبد الغني، انت عندك ثلاثه في نص الملعب، ثلاثه السوليه وحمدي فتحي وديانج، واللي هيزيد عليهم اللي بيعملها قفشه ازاي بيدخل لنص الملعب ويسيب الطرف علشان يقدر يعمل لك عمليه الاستحواذ. بس انت عندك مثلا في نادي الزمالك يعني لو بنتكلم عن محمد عبد الغني ده لو هو كمان هيلعب في نص الملعب هو ملوش دور هجومي، ده هو متمركز في الثلث الاخراني عنده فرقته هو اللي هيكون مكلف ان هو واقف في نص الملعب، هو مش عايز الوحيد بالظبط، هو الوحيد اللي ممكن بيعمل تكمله العدديه وبيسدد على المرمى هو امام عاشور. ولازم حد يواجهه طبعا، يعني امام عاشور لما بيجي من تحت لقدام خطر جدا، لأنه هو جريء جدا في التسديدات. لا وهو كمان عايز اعدي ويشوط التفكير الاول يشوط سواء رجل اليمين او بيعدلها على الشمال بالظبط، هو ده اول تفكير عنده في نص الملعب. انت النهارده لو قدرت بالتشكيله دي ديانج والسوليه وحمدي فتحي والرابع بتاعهم قفشه، انا مش عايز قفشه يخرج بره اللعب انه يرمي نفسه ناحيه اليمين على الخط هنخسره. لا قفشه من اللعيبه اللي بتحب تدخل تلعب في وسط الملعب في عمق الملعب صحيح. عنده الملكه انه يعرف يستلم يعمل دورانات، عنده المرونه السهله انه يعمل الدورات، يعرف يحضر اللعب ويدي مساحه برضه لمحمد هاني. ما احنا بنتكلم على محمد هاني مش هيفضل واقف ورا. لا محمد هاني عنده برضه ممكن في وقت من الاوقات انه يطلع برضه السوليه وديانج يقدر يغطيه في النواحي الهجوميه لينا الدفاعيه اللي هتبقى في مرتدات علينا. الحاجه المهمه بقى جدا النهارده للنادي الاهلي لمحمد هاني والدفاعات، ودي بيتميز بيها نادي الزمالك، شيكابالا لما بينزل الشوط الثاني برافو عليه، لسه شيكابالا عنده لعبه دايما بيلعبها بس يدخل يقطم لجوه بالزبط. عشان يعمل الكروس بتاعه او يشوط في الجول دايما، لو هو بره بعيد بيعملها العرضيه مزبور. دي بتتحط في المساحه اللي ما بين المساك سواء ياسر ابراهيم او محمد هاني النقطه دي، وبيقطع بيدخل اشرف بن شرقي بالظبط بن شرقي بيدخل فيها بالظبط. محمد هاني التغطيه العكسيه مهمه جدا، كتير بالشكل ده محمد هاني التغطيه العكسيه مهمه معلول جدا يا اسامه وعلي معلول من ناحيه بس الناحيه دي لازم الاثنين بيعملها بن شرقي يعني بيعملها قصدي شيكابالا والناحيه الثانيه ما بتعمل لزيزو على طول من ناحيه الشمال. التغطيه العكسيه النهارده مهمه جدا، ما ينفعش النهارده ان انا واقف بتفرج على الكوره وسايب الراجل من بره بيجي يقطع قدامي وانا واقف، لا ده انا اللي ضامم مظبوط وانا اللي مغطي في ظهر المساك بتاعي واسيبه بره. لا وحتى لو الكوره مش بتاعتي لازم اشترك معاه، حصل في ماتشات كتير لازم، مش ماتش الزمالك بس، نهائي افريقيا حصل فيها الجول ده جه برده فينا في نهائي افريقيا هناك بلال الماتش اللي فات الهدف الاول جه فينا بيراميدز نفس الكلام، كلنا عينينا راحت على الكوره مع عبد الله السعيد وسيبنا
فخر الدين يوسف. فخر الدين هو اللي هو لوحده اسامه الاخطر. فهي يعني المبادئ ايه زي ما اسامه بيقول حته دفاعيه ماشي بلال او اي حد بيدافع. انا ما اتفرجش على اللي بيحصل في الكوره. انا في حد اهم المنافس هو الاخطر هو لازم اركز معاه. صح. والعمق كمان ما هي فخر الدين. اما تكون قريب قوي يا عادل زي الهدف الاول جه بيراميدز انت لازم يبقى الناس كلها انت شايفها مفيش حد وراك. النهارده النادي الاهلي لازم يدافع كتله واحده. ما ينفعش يبقى في النهارده جاب ما بين الخطوط. يعني النهارده ما ينفعش نص الملعب السوليه ودانج راميين في قدام وساب المساحه دي كلها في ظهري وحمدي فتحي رامي مع المدافعين. لازم يتحرك ككتله واحده. الحاجه الثانيه برضو النهارده المهمه جدا اسامه معانا على الشاشه فيتوريا مدير فني جديد لمنتخب مصر وحاضر عشان يتفرج على المباراه. اول مباراه يحضرها طبعا النهارده لانه بقاله يومين هنا في مصر بيحضر بقى بيبدا يتعرف على لعيبه منتخب مصر يشوف النهارده دي مباراه مهمه يتفرج بقى على دايما لعيبه الاهلي والزمالك. عنده وقت لسه يعني اكتر لعيبه موجوده في منتخب مصر. فمباراه النهارده مهمه انه يقدر يشوف وياخد الانطباعات عن اللاعب المصري. مظبوط. النهارده اللي هيدافع صح هو اللي يطلع بالمباراه ان شاء الله. خاصه برضو علي معلول. علي معلول من اللعيبه اللي عندها النزعه الهجوميه اكتر. أي. النهارده في مباراه زي دي محتاج ان انا اقف شويه. محتاج ان انا لا ما اطرش على طول. مزبوط. لما تجيلي فرصه ان انا الكره دي ممكن اعمل فيها خطوره هجوميه او ازيد زي مباراه خمسه علي معلول كان واقف تجيله فرصه انطلاقه مثلا في كره تلاقيه طلع بسرعه خد ركله جزاء عمل كره عرضيه ويرجع تاني. ده المهم جدا النهارده. حته التحضير في وسط الملعب مهمه جدا. حته الكرات الثابته لنادي الزمالك. نادي الزمالك لو رجعنا مباراه المقاولين رجعنا لمباراه المحله صح اللي فك شفرات المباراه دي بتلاقي كرة ثابتة أو كرة عرضية عبد المجيد أو بن شرقي. النهارده في طريقتين إن أنا أمسك. طريقة إن أنا بمسك في المكان اللي أنا واقف فيه اللعيبة بتترص وراها خمسة أو ست لعيبة ورا بعض أو مان تو مان. المان ده مهم جدا. النهارده عندك المميزين في الكرات الثابتة في نادي الزمالك حسام بن شرقي حسام الونش دي من اللعيبة اللي بتجيد ضربات الرأس. برضه الجزيري بيجي بيجيد ضربات الرأس. فالنهارده لازم ريكاردو وكابتن سامي ومصان من المحاضره في اوضه اللبس نسمي على طول فلان مع فلان فلان مع فلان فلان مع فلان علشان اقدر امنع الخطوره لنادي الزمالك. صحيح. في نقطه كمان يا كابتن علاء اعتقد ان انت لما تكون معاك الكوره وخصوصا في الثلث الاولاني وانت بتحضر ما تفقدهاش. ما دي من اهم المميزات انك ما تضغطش نفسك او انت بتقيس الفريق بتقيس شكلك دائما ب يعني عدد الكرات المقطوعه منك انت. مزبوط. بس بتقطع منك بتعمل عليك هجمه لان احنا الفتره اللي فاتت كتير تقريبا كل الاجوال اللي دخلت فينا بص أمين. معاناتك المباريات السابقه ان انت بتفقد كور كتير جدا خصوصا في نص الملعب. مزبوط. انا عندي تفقدها في ملعب المنافس ما عنديش مشكله لسه. مزبوط. عشان توصل تبقى حاجه خطر لسه عندك في وقت. صح. في حد هيقابلك انما ما بتقطع منك الكوره في نص ملعبك او في ملعبك انت بتبقى الخطوره اكتر بتبقى عندك مشكله كبيره. مش جاي بقول لك النهارده الفريق اللي عايز دايما هو يكسب وعايز اللي هو دايما هو مستحوذ يقلل اخطائه. كره القدم الوقت كده بتحسب بكده. انا اخطائي قد ايه اللي استفاد منها المنافس. انا اخطات كم خطا فاستفاد منها بلال واستفاد منها عادل وعمل عليها هجمات خطر. هي دي اللي بتتقاس الوقت ما بتتقاس انا مستحوذ قد ايه. الاستحواذ ده لا يعنيني بشيء. انا دايما بقيس انت اخطات في خصوصا خطا مش مبرر قد ايه عملت كام هجمه مرتده عليا. دايما انا بقلق من الهجمه المرتده. الهجمه بتقطع منك انت واقف موقف دفاعي غلط. هرجع للهدف الاول تاني بتاع بيراميدز. الهدف الكره اللخبطه اللي قطعت دي اتراحت عليه ايمن راحت على موقف دفاعي غلط. ايوه بتحصل في العالم كله في ماتش سموحه كورتين نفس الكلام. عشان كده بقول لك ايمن دايما بس اللي مطمني النهارده انا بحب على فكره دايما الثلاثه في نص الملعب. انا بحب كده عن نفسي. وبتطمن انت دايما برضو لوجود ديانج في نص الملعب وسط الثلاثه. ديانج حاله في نص الملعب ايمن بيعمل لك اطمئنان تام. دايما بيضغط دايما بيقطع مجهود بدني عالي جدا. حتى لو عندك حمدي فتحي او السلية تعبان دايما ديانج موجود. ثلاثه في نص الملعب انا بقعد مطمن. انا بحب ثلاثه في نص الملعب. الباس دايما كنا بنتكلم على ماشي الثلاثه في نص الملعب ما ياثرش على الكثافه العدديه الهجوميه قدام. ما انا لسه لا ما هو الثلاثه مش هيثبتوا. بالعكس الثلاثه مين يكمل؟ السولية وديانج. خلي حمدي فتحي هو اللي ثابت. انت عايز ديانج هو اللي لا انا عايز حمدي فتحي هو اللي ثابت. يعني حمدي فتحي هو اللي هيلعب سته زي ما بيحب يقولوا بالارقام. سته واحد داير. خلي ديانج خلي السولية يكمل واكتر السولية لسببين. السولية اولا تسديده هايل بيقفش كويس جدا ومسافات بعيده.
سوليا عنده حته الملكه، حته التمريره الاخيره اللي بتبقى فيها دايما خطوره، زي محمد مجدي. يمكن سوليا بيتميز عن ديانج وعن حمدي فتحي في دي. حمدي فتحي طبعا ماتش خمسة بالظبط، حمدي طبعا اكيد، حمدي فتحي اقوام دفاعيا لما بيبقى ثابت. ديانج بقى بتستفاد منه في الحتتين، حته الانطلاقه وبيعملها كويس جدا وعنده خطوه كويسه، وحته ان هو الدفاع كويس قوي. ديانج بيتميز عن الاثنين في حاجه بقى، ان ديانج بتطلع منه الكوره بيروح عامل ضغط في المكان، اللي هو دي اهم حاجه في كره القدم، الضغط في المكان، على طول استحواذ، يا استحواذ يا فاول يا اوت، الكره الثانيه بتجيبها بسرعه بالظبط يا اسامه، بتعطل اسمها بتعطل الهجمه. صحيح. الضغط في المكان ده دي اعلى حاجه في كره القدم الوقت، عشان كده الناس ما بتتعبش ليه، ما بستناش حاجه ورا وابدا ادافع، لا خالص، ضغط في المكان بس مش ضغط عشوائي، اضغط يا اما طلع كوره يا اما قطع كوره يا اما الهجمه تنتهي. عشان كده بقول لك انا بستريح دايما للثلاثة في نص الملعب. صحيح. طيب كابتن عادل، الزمالك هيضغط من البدايه؟ لا، الزمالك هيلعب بتحفظ، وزي ما اتكلمنا ان هو هيلعب بالونش وحسام والمسلوسي تحت. بس هي المهمه في الامر عاوزين نتكلم فيه في ثلاث حاجات كده، ان قوه الزمالك وضعف الاهلي، وضعف الاهلي وقوه الزمالك بسرعه كده، يعني انت بتتلخص بالزمالك قوته في زيزو وبن شرقي، تمام، وقوه امام عاشور في التسديد من تحت، والكور الثابته بتاعتنا الزمالك. اخطاء نادي الزمالك بوت حسام والمسلوسي واستغلال محمد شريف، دي مهمه قوي. عبد القادر من الحاجات اللي النهارده اقدر اقول لك انه لو دخل ال 18 عبد القادر او شريف او قفشه دخل جوه ال 18 هيجيب بنالتي، النادي الاهلي هيبقى ليه بنالتي. ليه؟ لان تهور المسلوسي وتهور حسام وتهور الونش ممكن يخلي النادي الاهلي النهارده ممكن يجيب بنالتي في اول دقائق. بص يا كابتن، مثلا هنا دخول بن شرقي في القلب. ما هو بص يا كابتن، خطوره بن شرقي وخطوره زيزو الاثنين بيلعبوا حر قدام. بس بن شرقي لما بيخش جوه اخطر من زيزو. زيزو الانطلاقات اللي على الاطراف بيبقى مميز فيها وخطر. بس هو بن شرقي الفتره دي لما بيجي يلعب النادي الاهلي هيبقى عنده مشكله كبيره في الحته بتاعه القلب بتاعه النادي الاهلي، لان في ديانج وفي سولية وفي حمدي. لكن في المباراه اللي فاتت كان اربعه بس، كان اثنين اللي كانوا موجودين، لكن دلوقتي ثلاثه. ولكن خليني بس اخدك لحته مهمه قوي، النادي الاهلي لو عملها النهارده ممكن يكسب كويس ان شاء الله، ونكسب كويس قوي من البدايه، اللي هي حته الثقه جوه ال 18 بالكوره. لا، لعيبه الزمالك السرد باكات الثلاثه لو لعبوا المسلوسي وحسام عبد المجيد والونش، الثلاثه عندهم تهور غير عادي. ممكن انت يكون عندك ايمن اشرف هو اللي فيه تهور شويه، ولكن الثلاثه اكتر من ايمن اشرف في التهور. لو النهارده استغلينا وقفنا على الكوره جوه ال 18 هتاخد بنالتي، وبنالتي بدري قوي يا كابتن، او تستغل الفرصه دي او تستغل البطء بتاعهم وتجيب جول. ولكن انا بقول لك ادخل جوه ال 18، امسك بس الكوره وعدي بمنتهى البساطه. عندهم تهور غير عادي، لو حصلت النهارده هتقدر اقول لك، وكمان بيعملوا عمق دفاع علشان البطء، مسلوسي والوينش وعبد المجيد بينزلوا تحت قوي، ففاتحين فقفشه النهارده وعبد القادر لو استلموا من تحت مش من بره هيبقوا عندهم خطوره جامده قوي. وشريف يجب انه ما يلعبش بظهره النهارده، يلعب بجنبه، ودي مهمه جدا علشان لو لعب بظهره النهارده عندهم طول. لا، ما ياخدش من الثبات، ياخد في الحتت الفاضيه وما بين الفرقه. طيب كابتن بلال، معنى الكلام كله لحد دلوقتي ان الفرقتين يعني مش مقلقين من بعض، ولكن هيلعبوا بتحفظ شويه. يعني معنى كده ان الماتش هيغلب عليه الطبع التكتيكي، مش هنلاقي ماتش مفتوح من البدايه. هو اوريدي يعني بناء على التشكيل اللي قدامنا من الفرقتين، هو كل مدير فني بيشتغل تكتيكيا. طبعا هو شايف، هو قاري الفرقه اللي قدامه بتشتغل ازاي، مأمن بشكل كويس، ويغلب عليه الطابع الدفاعي اكتر كويس عشان النادي الاهلي، الطابع الدفاعي اكتر صح من الفرقتين، من الاثنين المدربين. مظبوط. انت بتلعب ليه بقى؟ انت بتلعب ماتش كاس. أيوة. تمام، ماتش كاس فوارد زي ما اسامه كان بيقول ممكن تروح ل 120 دقيقه، ممكن تروح ل 120 دقيقه كمان بالظبط. يعني انت ممكن، خد بالك انا عندي امل لحد ما اوصل لركلات الترجيح، يعني لازم احافظ على مجهودي البدني. وخد بالك فيريرا من الناس اصلا الغير مجازفه. أيوة. بطبيعته. مزبوط. يعني حتى الدوري اللي اخده قبل كده كان بيشتغل كده، اشتغل يدافع كويس قوي، يلعب على هجمه مرتده، ويعتمد على امكانيات الثلاثه اللي موجودين قدامه، ويشتغل في الحته دي، وكان بيكسب كويس، ادافع. صحيح. كويس، تمام، اعمل تنظيم كويس،
واعتمد على المهاره اللي موجوده والسرعه اللي موجوده عندي وامكانيات وقدرات اللعيبه اللي موجوده في الثلث الهجومي. دي كانت الطريقه اللي اعتمد عليها في دوري 2015 وقدر يكسب الدوري في الحته دي. هو برده بيشتغل بنفس السيستم وبنفس الطريقه في الوقت الحالي. انا بدافع كويس، بحاول ان انا امن بشكل جيد، بحاول ان انا اعتمد على سرعات ومهارات اللعيبه اللي قدام عندي واللي قدام بيعرفوا يجيبوا جول. انت لو اخدت بالك السيستم بتاعه في النواحي الهجوميه ما فيهوش التحرك من مكان لمكان وان الفرويد ينزل يروح ناحيه اليمين وزيزو يخش في القلب، لا هي كلها مهارات فرديه. يعني حتى ماتش الاهلي اللي فات شيكابالا بيعمل، بن شرقي بيكمل بيحط بيسجل الهدف الثاني كذلك، حتى الفرص اللي اتيحت بالنسبه له كلها مهارات فرديه بالنسبه للعيب. تمام، مش تكتيك هجومي عالي بالنسبه له، لكنه راجل منظم بيحب يبقى منظم، بيحب يقفل بشكل كويس دفاعاته. يعني المباراه اللي فاتت الاهلي وزمالك عبد الشافي كم مره طلع لقدام يا كابتن؟ واقف ثابت كانه بيلعب سنتر باك، وحتى لما تقدم وبقى 2-1 رجع وغير طريقه اللعب ودافع ورا. بالظبط بالظبط، فهو نفسه ما بيحبش المجازفه الهجوميه. صح. بيحب دايما يبقى اللعيبه اللي موجوده في الحته الدفاعيه عندها ثبات تثبت. تمام، ويعتمد على مهارات اللعيبه اللي في الحته اللي قدام. انت النهارده كنادي اهلي انت عندك فرصه جيده، لان الكباتن اتكلموا على يعني نقاط الضعف اللي موجوده عند لعيبه الزمالك. عنده بطء، لعيبه ما بتلعبش مع بعض بقالها يعني لما لعبتش مع بعض فترات طويله، فبالتالي ممكن يعني الكيمياء اللي موجوده ما بين اللعيبه ما تكونش موجوده بشكل كبير. لعيبه الزمالك عندها مشكله كبيره كمان لما بتضغط. تمام، بتفقد التوازن، ما بتشوفش بالبلد يعني. يعني الماتش اللي فات الشوط الاول انت ممكن كنت تخلص المباراه وتخلصها بشكل كويس وتنهي. يعني زي ما قلنا ان احنا الماتشات اللي زي دي بتبقى عامله زي ماتشات البوكس، لما تجيلك فرصه لازم تخلص على الفرقه اللي قدامك، عشان لو احييت فيه الامل هو خلاص هيبتدي يشتغل هيدخل تاني. فانت المباراه اللي فاتت انت اللي ابتديت. تمام، خدت المبادره، سجلت هدف، كنت افضل منه. الشوط الثاني تراجعت انت، فبالتالي هو ابتدى ياخد. هو برده فرقه كبيره وعنده لعيبه عندها قدرات وامكانيات. فانا بشوف ان النهارده هتبقى مباراه تكتيكيه حقيقه. مين اللي هيبقى اكثر تنظيما في الملعب ده اللي ممكن يكسب. اللي هيحافظ على هدوءه جوه الملعب ويحافظ على لياقته البدنيه. صح. ممكن يكسب. انا ممكن اعمل النهارده مجهود كبير جدا لكن مجهود مش بناء. ممكن يعني عشان كده من مطلوب من لعيبه النادي الاهلي في بعض الاوقات انك تستحوذ استحواذ سلبي، انك تهدي رتم شويه، لان احنا رتمنا سريع، احنا ما عندناش حته الهدوء، احنا بس محتاجين نهدى بالكوره شويه، يعني نتقل على الكوره باص من رجل لرجل من رجل لرجل عشان كمان نفسنا، لان المباراه طويله جدا. صحيح. فمحتاجين ان احنا نحافظ باكبر قدر من الوقت على لياقتنا البدنيه. والاكثر توفيقا هو اللي يفوز ان شاء الله، نتمنى الاهلي باذن الله رب العالمين. طيب كابتن اسامه، السيناريو الشوط الاول من وجهه نظرك هيكون في تحفظ من الفريقين، مفيش مغامره كبيره، مفيش اندفاع هجومي، معظم اللاعب ممكن هتلاقيه منحصر في نص الملعب الاستحواذ. النادي الاهلي بيحضر، الزمالك هيسيب الكره ويرجع، نفس الكلام ممكن محمد شريف يرجع مع قفشه مع احمد عبد القادر. اول ما بتدخل نص الملعب بتبدا تعمل عمليه الضغط. كويس، تفتكر من وجهه نظرك مين اللي هيبادر بالهجوم في البدايه؟ بالهجوم يعني ان شاء الله يكون النادي الاهلي دي الافضليه. تشكيله النادي الاهلي جيده من البدايه، وبرضه انت النهارده واحنا بنتكلم المباراه 90 دقيقه في طبعًا. كذا سيناريو ممكن يحصل النهارده الدكه واحنا ممكن تزيد ممكن تزيد 120 دقيقه طبعًا. النهارده الدكه، وانا كنت بكلم في بدايه الامر ان الدكه ليها عامل مهم. النهارده لا قدر الله حمدي فتحي ديانج السوليه ثلاثه وسط الملعب، لا قدر الله لو في اصابه، لو واحد مش موفق عندك على الدكه، لو انت عايز تخلي طريقه اللعب زي ما موجوده عندك رامي ربيعه. رامي مظبوط من العناصر ممكن تحافظ الشكل ده. طب لا قدر الله لو النادي الاهلي متاخر وعايز تغامر وتبدا، ممكن تحول طريقه اللعب 4-2-3-1، قفشه يبدا يدخل، طلع واحد من وسط الملعب، وتبدا عندك صلاح محسن ممكن يكون تغييره كويسه، بديل مزبوط. كويس مزبوط. عندك حسام حسن لو عايز تزود الناحيه الهجوميه، وليد سليمان. فالنادي الاهلي تشكيل كل ده حسب نتيجه المباراه طبعا وظروف المباراه. النهارده مباراه عايزه مدير فني مصحصح كل ال 90 دقيقه. صحيح. يعني ما ينفعش ان انا النهارده ان انا ممكن اسرح ثانية. ولو بعض دقايق لا، ذهني زي ما اللعيبه مركزه في الملعب انا عندي. صحيح. جهاز بره لازم يركز طول 90 دقيقه. المتغيرات اللي بتحصل داخل الفريق. صحيح. الزمالك كمان ممكن تلاقيه بيغير طريقه اللعب ازاي. في الوقت ده ممكن اغير طريقه لعبي علشان ممكن اخد المباراه في الوقت ده. أي. في العشر دقايق دول. ايوه صح. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز في ماتش النهارده. ماتش النهارده هيفرق معانا كتير قوي 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 قوي. من وجهه نظري الماتشات دي احيانا بنقول ايه،
الكفة 50-50، ولكن الماتش ده من وجهة نظري كلاعب سابق في النادي الأهلي ومنتمي الآن النادي الأهلي، النادي الأهلي الأكثر احتياجا للمكسب النهاردة. كل التوفيق إن شاء الله النادي الأهلي النهاردة. هنروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث الشوط الأول. تفائلوا وانتظرونا.